يا مساء الأنوار على حضراتكم جميعا، يا أهلا وسهلا وحلقة جديدة ومساء الأنوار. زي ما قالت سيدة الغناء العربي أم كلثوم، هذه ليلتي وحلم حياتي، حلم الحياة بإذن الله إن شاء الله في هذه الأونة أن نبدأ غدا بداية طيبة وموفقة تعيد إلينا بشكل كبير إحساس بالبطولة مبكرا من خلال عرض جيد إن شاء الله، ونتيجة أيضا جيدة ترضي الجميع بإذن الله، وتكون نقطة انطلاقة لمنتخبنا القومي نحو التبوؤ بكأس أمم إفريقيا. في الجزء الثاني من هذه الحلقة ألتقي بالكبار الكباتن فاروق جعفر، علاء ميهوب، ضياء سيد. نتحدث عن هذه الليلة، نتحدث غدا ماذا سيحدث، التشكيل المتوقع والمنتظر، وربما تكون هناك مفاجأة في التشكيل، مفاجأة واحدة أتصور هذا، وسنتحدث في الجزء الثاني باستفاضة أكبر بإذن الله. زيمبابوي وماذا لديها من قدرات في هذه المباراة، وكل ذلك كالعادة مدعما باللقطات والفيديوهات. الجزء الأول وكالعادة باقى من آخر أخبار والمستجدات. السؤال الطبيعي النهاردة على صفحتكم مساء الأنوار على الفيسبوك، توقعاتك لنتيجة لقاء الغد، ماذا تتوقع؟ بموضوعية، ماذا تتوقع عن لقاء الغد، وما هي النتيجة التي ستؤول إليها المباراة بمشيئة الرحمن بين مصر الفراعنة وبين فريق زيمبابوي؟ مفاجأة كبيرة النهاردة، كان هناك موعدا لتدريب فريق زيمبابوي اللي هيلتقي بينا بكرة بإذن الله في 10 مساء. كان التدريب مقرر له الساعة 7 مساء بملعب السكة الحديد. انتظر مسؤول ملعب السكة الحديد قدوم فريق زيمبابوي ولكنه لم يحضر. حاولوا الاتصال بالإداري بالمسؤولين عن المنتخب، لم يرد أحد. ثم تبين الأمر من خلال أحد الصحفيين المرافق لفريق زيمبابوي أن الفريق كلاعبون قد قرروا عدم التدريب، وأنهم ممتنعون عن أداء مباراة الغد. ده كان الخبر الحقيقة الصاعق للغاية. الأسباب كلنا تعودنا عليها، هي أسباب مالية، اتحاد الكرة يعد ولا يوفي. هناك كان مستحقات للاعبين قبل أن تبدأ البطولة، ولكن اتحاد الكرة في زيمبابوي لم يوفي بالوعد، ومن ثم قرر اللاعبون عدم التدريب، وبالفعل لم يتدربوا بل وقرروا عدم الذهاب لمباراة الغد، بل إن البعض منهم وفقا لكلام الصحفي بعت لبعض مكاتب الطيران يعني يبحث عن رحلة مبكرة عودة إلى الديار أو إلى البلد الذي يحترف فيها أو إلى آخره. على الفور طبعا تم الإخطار من جانب الدولة للسفير أن يتوجه مباشرة إلى مقر إقامة فريق زيمبابوي والجلوس مع اللاعبين وإقناعهم بالعدول عن عدم اللعب غدا. ذهب السفير بالفعل إلى فندق الإقامة، والكلام حتى هذه اللحظة أن الاجتماع ما زال مستمرا بين سفير زيمبابوي وبين لاعبي منتخب زيمبابوي لإقناعهم بالعدول عن هذا الأمر، لكن المؤكد أنهم لم يتدربوا خلاص. لكن عايز أقول لكم ما تفرقش إن هم ما تدربوش، لأنه دايما التدريب اللي قبل المباراة بيوم ده بيبقى عبارة عن تدريب فك، يعني يقدر يعملوه دلوقتي في حديقة الأوتيل، لأنه في النهاية عبارة عن مجموعة من فك عضلات وبعض التدريبات الترفيهية لصحصحة العضلات، لكن ليس تدريبا حقيقيا تحميليا فيه تقنين للأحمال، لا خالص. ده بيبقى عبارة عن فك فقط لغير العضلات، وأتوقع بنسبة 100% العدول عن قرارهم والذهاب غدا لمباراة الافتتاح أمام منتخب مصر. نسمعكم بقى أغنية الافتتاح التي ستذاع غدا أو ستؤدى غدا على ملعب استاد القاهرة. أغنية الحقيقة رائعة للغاية.
النهارده كان في الاجتماع الفني الساعه 11 صباحا لتحديد الوان كل فريق. فيما يتعلق بمنتخبنا كالعاده هو بيرتدي علم مصر، التيشيرت الاحمر، الشورت الابيض، الجورب الاسود. فيما يتعلق بحارس المرمى فهو طبعا هيلعب باللون البنفسجي فيما يتعلق بحارس المرمى. اما فريق زيمبابوي فهيلعب بالطاقم الاصفر، اصفر فاصفر فاصفر، وحارس المرمى سيرتدي التيشيرت الازرق. التعليمات ايضا ان حضور المنتخبين قبل المباراه بساعه ونصف، يعني قبل 10 مساء، يعني تتكلم على ماكسيمم 8:30 مساء يكون الفريقين موجودين داخل اروقه استاد القاهره. النهارده السيد احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه عن بعض الامور الخاصه بالاتحاد الافريقي فيما يتعلق بما وجهت اليه من انتقادات، لانه اتقال انه زياده عدد المنتخبات الى 24 منتخب كان لابد من زياده عوائد البث والرعايه لاتحاد الكره المصري، وهذا لم يحدث. تحدث السيد احمد احمد، نسمع مع بعض. demander l'avis aussi des différents responsables qui ont de l'expérience. Après ces discussions, ces concertations avec les techniciens, nous nous sommes convenus entre trois quarts de finale ou demi-finale. وقال أسمع دائما عن فساد في الكاف، لذلك طلبنا الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتدخل لمراجعة الأمور. أثق أن كل شيء يسير بصورة طيبة ولا يوجد فساد، وعلى الجميع انتظار ما ستقوله لجنة الفيفا. وأتم هناك أكاذيب روجت ضد كاف ولجانه كلها غير صحيح. الكل سيرى سلامة الاتحاد في الأيام المقبلة. هذا من جانب. من جانب آخر قال أنه طلب من الاتحاد الدولي تعيين أمينة عام الفيفا السيدة فاطمة ساموري مندوبة الفيفا العامة لإفريقيا لمدة 6 شهور من 1 أغسطس إلى 31 يناير 2020 قابلة للتجديد بموافقة المنظمتين للمساعدة من قبل مجموعة من الخبراء اللي هيعملون بروح من الشراكة لتأكيد أنه الأعمال الإدارية والمالية داخل الاتحاد الإفريقي تسير بشكل رائع للغاية. Il y a d'autres pays en 2 ans, 5 ans peuvent organiser soit seul. ده فيما يتعلق بالسيد احمد احمد. طبعا احنا لا يخصنا من قريب او من بعيد المساله الخاصه بالفساد، هذا امر متعلق بالتحقيقات اللي بتجري. وانفانتينو قال بوضوح انه هو يعني لن يقف متفرجا اذا كان هناك فساد، والسيده فاطمه ساموري دي معروف عنها الحزم الشديد للغايه، ستتولى الامر حتى 2020 اذا رات ان هناك اي فساد قطعا، يعني ستكتب تقريرا موجها الى الفيفا وسيكون في الامور امور. ما يعنينا في الامر الان هو قطعا امم افريقيا، هذا ما يعنينا في الامر. طيب عندنا بقى المؤتمر الصحفي ما خدناهوش بتاع ديسابر مدرب اوغندا، ودي صبر ده وجه معروف بالنسبة لنا جميعا، ندرب الإسماعيلي لفترة ليست بالقصيرة. وعايز أقول لكم وافتكروا كلامي، أوغندا ممكن تبقى هي الدبة الباندا، أوغندا ممكن تبقى هي الدبة الباندا. أنتوا فاكرين التعليق؟ يلا. Oui, ça va, ça peut nous aider. On est venu faire au mois de mars un stage ici en Égypte, particulièrement à Ismaili, avant de se rendre sur le dernier match de qualification en Tanzanie. C'était mon souhait de, voilà, que les joueurs connaissent un petit peu en avance l'atmosphère en Égypte. Je pense que ça va nous aider pour la compétition. وراضي عنها تماما. بيقول ان الاجواء في مصر رائعه كما تعود ان يراها. بيؤكد انه منتخب بلاده جاء
للذهاب بعيدا في بطولة أمم إفريقيا، يعلم أن المجموعة صعبة ويعلم أن وجود مصر في هذه المجموعة سيزيد من الأمر صعوبة، ولكن لديه ثقة كبيرة في لاعبيه، خاصة أنه هو بيصطحب مجموعة من اللاعبين الأكفاء منهم بعض الوجوه الجديدة على المنتخب الوطني الأوغندي، وستأخذ فرصتها كاملة في هذه البطولة. Je pense que voilà, on est sur le même pied d'égalité que les autres équipes, si ce n'est qu'on a. Oui, ça va, ça peut nous aider. On est venu faire au mois de mars un stage ici en Égypte, particulièrement à Ismaili, avant de se rendre sur le dernier match de qualification en Tanzanie. C'était mon souhait de voilà que les joueurs connaissent un petit peu en avance l'atmosphère en Égypte. يعني لقطات مختصرة من المؤتمر الصحفي للسيد ديسابر. عندنا حين مجموعة من الفيديوهات لطيفة جدا، هنبدأها بفيديو. طبعا اللجنة المنظمة والمسؤولين هم اللي بيعملوا الفيديوهات الجميلة دي، بيوريك قد إيه المجهود العظيم. الحقيقة لازم نشكر كل واحد، كل إنسان بذل مجهود الحقيقة في هذه الدولة، عشان كل الأمور بمشيئة الرحمن مع التطبيق العملي تبقى على خير ما يرام. الفيديو اللي جاي ده هيوريك وانت طالع بقى من بيتك، بس احنا مش عارفين بيتك فين يعني، لكن بنتكلم وانت داخل بقى على الاستاد، معاك التذكرة، هتمشي ازاي، درجتك فين، الشارع اللي هتعدي منه ازاي. يعني بيوريك جايد في منتهى الجمال للي رايحين ماتش بكرة. خلي بالكو من الفيديو ده. منتخب مصر في القاهرة، منتخب مصر في القاهرة، منتخب في استاد القاهرة، منتخب في استاد القاهرة، منتخب طيب هنعيد الفيديو مرة تانية. طيب خلينا لغاية لما يجهزوا بالفيديو مرة تانية أقول لكم إنه الحكم اللي هيدير لقاء الغد كان المفروض ان هو يبقى حكم اخر الحقيقه، ولكن لظروف وفاه والدته فسافر الى بلاده، وتم تعيين الكاميروني نيانت اليوم حكم دولي كاميروني عنده 36 سنه، من الحكام المشهود لهم بالكفاءه. هو ده اللي قدامنا، وهو حكم من الحكام اللي معروف عنه ان هو حازم جدا. ويمكن النهارده الحقيقه في مكالمه مع المونديال العالمي الكابتن جمال الغندور قال لي حاجه مهمه قوي 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 قوي. قال انه بعد واقعه مباراتي الترجي والوداد وما حدث فيهما من لغط ادى في النهايه الى قرار الاتحاد الافريقي باعاده المباراه الثانيه اللي كانت بين الترجي والوداد على ملعب الترجي، هناك يعني أصابع، مش اتهام لا سمح الله، هنقول أصابع تشير إلى ترهل إلى حد ما في الأداء التحكيمي، خاصة فيما يتعلق بشبهة مجاملة أصحاب الأرض. فقال لي كابتن جمال أنه ممكن جدا الأمر اللي حصل ده يلقي بظلاله على تصرفات الحكم، فعايز يوري للاتحاد الافريقي ان هو لا يجامل صاحب الارض، فينقلب الامر ربما الى بعض القرارات الشديده على صاحب الارض. ومن هنا هو وجه نصيحته للاعيب المنتخب الوطني بتجنب اي اعتراض او العاب فيها شبهات، لانه ربما يكون دائما القرار في اتجاه لصالح الفريق الاخر. يعني مش عايزين نقولها كده بالظبط يعني، لكن في النهايه هم محملين باحساس الاتهام بمجامله اصحاب الارض، فنخلي بالنا قوي من الحكايه دي. نشوف بقى الفيديو الخاص بكيف تصل الى المكان اللي انت رايحه، الباب اللي انت هتخش منه في طريقك الى استاد القاهره.
ده فيديو جميل جدا الحقيقة. عايز أقول لكم حاجة قبل ما أوريكم بقى وصلت خلاص للإستاد هتخش إزاي، لأن الشباب الجميل المتطوع عمل لنا بروفة حلوة قوي هنشوفها دلوقتي. لكن إحنا عارفين طبعا أنه اللجنة المنظمة منعت أي تدريب على ملعب استاد القاهرة. العرف طبعا بيبقى كل الفرق بتاخد تدريبة واحدة قبل المباراة بتاعتها على الاستاد اللي هتتلعب عليه المباريات، لكن نظرا للبروفات اللي بتتعمل والحفلة هتتعمل والحكاية والرواية لم يسمح لأي منتخب بما فيهم طبعا منتخب مصر من التدريب على أرض استاد القاهرة. وإحنا عارفين أن منتخبنا ما لعبش على هذا الاستاد من 2015، يعني بيقارب الأربع سنوات لم يلعب منتخبنا الوطني مدسي النجيلة بتاعت استاد القاهرة مع الأسف نتيجة الظروف والحكايات والروايات. فتحركوا النهاردة من الفندق وراحوا يمشوا على نجيلة استاد القاهرة، ماشي بس ماشي، مش تدريب على الإطلاق، ماشي تدريب كان في الكلية الحربية، خلصوا التدريب في الكلية الحربية وراحوا على الاستاد يا زي ما بتقول إيه يحس أرض الملعب. هو طبعا أرض الملعب سجادة، يعني بعد الشركة الإنجليزي اللي جت دي وظبطت الأمور كلها الملعب سجادة، لكن برضو الملعب لما تبقى غايب عنه سنوات طويلة تحب تشم ريحة النجيلة. لعيبة الكرة يفهموا كلامي ده قوي، تحب تشم ريحة النجيلة، تمشي كده وتدوس تتمخطر عليه تتمخطر عليه عشان بكرة إن شاء الله ترقص رقصة التانجو عليه بإذن الله وتؤدي أحلى أداء إن شاء الله. فدي بعض الصور اللي جت لنا حالا دلوقتي فيما يتعلق بزيارة طبعا الاستاد. ده فيديو خاص بخروج المنتخب الوطني من استاد الكلية الحربية متوجها إلى استاد القاهرة. ما احنا لازم يا جماعة نعيشكم في كل حاجة، هنا في نايل سبورت وفي مساء الأنوار مفيش حاجة هتفوتكم على الإطلاق، بل هتفاجئوا بحاجات بإذن الله اعتبارا من بكرة حاجات تحفة إن شاء الله بإذن الله. طبعا الكلية الحربية استادها استاد جميل وكان مفتوح قبل كده للدوري العام ولكن أغلق بعد كده، نتمنى يا ريت طبعا يعود مرة تانية، استاد جميل وموقعه جميل ونجيلته جميلة ومدرجاته حلوة. وادي أتوبيس اللاعبين أهو خارج من استاد الكلية الحربية عقب انتهاء التدريبات متوجها إلى استاد القاهرة، الصور اللي احنا وريناها لحضراتكم منذ قليل. حاجة جميلة جدا 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 ونظام رائع، وطبعا الحماية الخاصة بالأتوبيس والأمور الجميلة دي كلها. مصر بلد الأمن والأمان يا جماعة، والله ربنا أنعم علينا ببلدنا الجميلة دي، ومصر محمية دائما بفضل الله وبإذنه إن شاء الله. نروح بقى لفيديو آخر، حضرتك خلاص وصلت الاستاد بعد الجايد اللي انت شفته دلوقتي، هتوصل ازاي من هنا ولا من هنا ولا من هنا، اذا كنت درجه كذا او كذا او كذا. هنشوف بقى هتخش ازاي. الشباب اللي هتشوفوه دول طبعا من الشباب، من الاف الشباب المتبرعين لنجاح هذه البطوله ان شاء الله. طيب جاءنا الان انه انتهى لقاء السيد سفير زيمبابوي مع منتخب زيمبابوي وانتهت الأزمة بتقديم وعد من جانبه ومن جانب دولته بتسوية الأمور المالية وما إلى ذلك. وأعلن المتحدث الرسمي بتاعهم إن هو المنتخب بتاع زيمبابوي هيروح بكرة بدري شوية عن المباراة، هيعملوا تدريبة خفيفة. أنا طبعا أشك في هذا الكلام تماما، لأنه ممنوع إطلاقا تنزل أرض الملعب إلا بعد انتهاء الاستعراض كاملا. ربما بقى بعد انتهاء الاستعراض يبقى في حوالي ساعة ممكن، بس يعني انا وجهه نظري طبعا ده مش هيحصل، وزي ما قلت لكم مش هتفرق، لكن ممكن جدا الكوتش بتاعهم ينزلهم بعد شويه يعملوا شويه فك والكلام من ده بتاع نص ساعه 35 دقيقه في حديقه الاوتيل. هذا يفي بالغرض تماما، لان زي ما قلت لكم ما قبل المباراه بيوم واحد دي بتبقى عباره عن تدريبات شبه ترفيهيه، صحصحه العضلات بهدوء يعني، هذا هو الامر. طيب كنت جبت لكم من كام يوم كده صورة عربية البث التلفزيوني الضخمة دي، ما كناش جبناها من جوه، هنعرض لحضراتكم دلوقتي لقطات تشوفوا بقى. طبعا السيارة دي زيها زي كل السيارات اللي موجودة في كل الاستادات، اتفرج بقى على الجمال والحلاوة وهتشوفوها من جوه دلوقتي كمان.
جايه طبعا كلها مشحونه من بره، العربيات دي على طول جاهزه، وكل من يعمل عليها من الاجانب، عشان كده نكون صرحاء يعني. طبعا نفسي نتعلم منهم، ما اعرفش سمحوا للمصريين بالتواجد معاهم ولا لا، ما اعرفش الحقيقه، ما عنديش المعلومه قوي. لكن بشكل عام اللي يهمنا هو ان تخرج البطوله تلفزيونيا عبر البث في ابهى صورها، لان هي في النهايه كل ما الاخراج هيبقى متميز، كل لما الصوره تعبر وتعكس جمال مصر وحلاوه مصر واستادات مصر وملاعب مصر. ادي اللقطات وادي الستاف اللي موجود، واعتقد ان الكاميرا هتخش جوه دلوقتي تصور لنا العربيه من الداخل، اعتقد هذا يعني. اهي اهي اهي، بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، بصوا الشاشات، شوفوا يا جماعه الامكانيات والاجهزه. وطبعا الاجهزه دي كمان بالاضافه للعقليه اللي قاعده قدامها والتعليم الفني، الراجل ده شكله مصري مش عارف. هنا طبعا ده خواجه اللي في الوش ده اللي على الشمال، ده شكله مصري واللي على اليمين خواجه، ممكن والله اللي لا، يا ريت يا ريت والله. لكن خلي بالك البرتغال شبهنا شويه، عشان برضو ايه نبقى فاهمين الحكايه دي يعني. لكن بص الجمال بتاع العربيه يا جماعه، وعدد كبيرات طبعا هيبقى وافر في الملعب، ومش هيفوتوا حاجه يعني. هتلاقي بقى السلو موشن على ابوه بقى زي ما بيقولوا، وتلاقي السبايدر كاميرا، وتلاقي كل حاجه تتخيلها هتبقى موجوده. اوروبي، هتلاقي يعني بس اوروبي، كانك بتتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا اللي كان بين ليفربول وتوتنهام. ادي ادي الجمال. طبعا العربيات دي تكلفتها عاليه جدا 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 جدا، نجيبها لما ربنا يكرمنا بقى ويتطور البث عندنا هنا، ويبقى في مدخولات ماليه عاليه قوي وبتاع، ممكن هنا بقى الاتحاد يساهم مع الدوله مع التلفزيون يعني، لما الصناعه تتطور عندنا بشكل اقوى من دلوقتي كمان، ليه لا. لكن هي لقطات يعني مستفيضه توريكوا كمان المخرجين في كل المباريات على اتصال دائم ببعض، بيعملوا الهارموني بتاع النقل زي ما قلت لكم من يومين. يعني اللقطات اللي هي خارج الاستاد بيجيبوها للاماكن اللي حوالين الاستاد، مش عارف ايه، بيعملوا هارموني مع بعض على خط واحد، بحيث المشاهد عينه ما تتعبش لما يشوف لقطات من ماتش معين وماتش تاني، الهارموني واحد والسكه واحده والتكنيك واحد. تبقى طبعا الايدي بقى اللي تشتغل والخبرات والتعليم بتاعهم على مستوى طبعا عالي جدا. دول كلهم بقى ناس مؤهلين منذ البدايه، منذ بدايتهم مؤهلين للعمليه دي. حاجه جميله جدا يعني. وعقبالنا يا رب ان شاء الله. طيب جالنا النهارده حصر، اقول لكم حصري يبقى حصري. جالنا النهارده تدريب منتخب السنغال حصري، ومعاه ساديو ماني بيتدرب، حابين نشوف كلنا ساديو ماني. ادي تدريب منتخب السنغال بلقطات للنايل سبورت ولمساء الانوار. منتخب كبير ومنتخب هيكون صعب جدا، مش سهل على الاطلاق، واتوقع له ان يذهب بعيدا في هذه البطوله. منتخب السنغال هقول لحضراتكم حالا هيلعب يوم ايه. السنغال السنغال حالا اهو هيلعبوا يوم الحد 23 يونيو امام تنزانيا الساعه 7 مساء في استاد الدفاع الجوي. عشان اللي حابب يتفرج على ساديو ماني يوم الحد 23 يونيو اللي هو الحد اللي جاي 7 مساء في استاد الدفاع الجوي، هيبقى في السنغال مع تنزانيا. والماتش التاني بتاعهم هيبقى 27 يونيو الخميس، الخميس مظبوط، السنغال مع الجزائر. يا نهار ابيض، السنغال مع الجزائر في استاد الدفاع الجوي، ده ماتش ده ما يتسابش ابدا. الخميس 27 يونيو السنغال مع الجزائر، رياض محرز قدام ساديو ماني، مانشستر سيتي قدام ليفربول،
دي ليلة، دي هتبقى ليلة ماتشات تحفة والله، ومشاهدة إن شاء الله جميلة وممتعة. ويا بخت اللي هيحضر في الملعب، يا بخت اللي هيحضر في الملعب، هيتمتع هيتمتع. طيب أنا قلت لكم امبارح 552 لاعب محترف في المنتخبات ال 24 اللي موجودين في مصر، ولأجل حظنا الحلو إن البطولة هذه المرة بتنظم في هذا التوقيت من العام في مطلع الصيف بعد انتهاء كل الدوريات. بس تتخيلوا بقى، أقول لكم حاجة، تخيلوا كل ال 24 منتخب اللي عندنا دول دورياتهم خلصت كلها ما عدا مصر. احنا الدوري بتاعنا لسه، عشان الاهلي والزمالك الدوري بتاعنا لسه هيخلص بعد افريقيا، لكن ال 23 منتخب الدوري بتاعهم خلص تمام. حتى تونس اخرت التجمع بتاعها عشان تنهي الدوري قبل ما، وده كان الطبيعي، وده كان الطبيعي. يعني بعد العيد ما بيتفتلش كحك، يعني دوري ايه اللي هنلعبه بعد افريقيا ده، بعد ما هناخد الجرعه دي كلها ونتفرج على محرز وعلى صلاح وعلى ساديو ماني وعلى بدي هنتفرج بقى على. طيب ما علينا. عندي المؤتمر الصحفي كمان بتاع الكونغو، لان الكونغو الفريق الرابع اللي معانا في مجموعتنا. نشوف الكوتش قال ايه. فابوريت لا كان لوجيك سي ليجيبت. ليجيبت اي سكوند دو لا ديرنيير كان. Et il se trouve qu'elle organise, elle joue chez elle, donc c'est le favori logique. Ensuite, سعيد بتواجدنا جدا في مصر، والحقيقة بنستمتع بأجواء رائعة للغاية. المجموعة اللي احنا بنلعب فيها مجموعة قوية جدا، لكن احنا جينا بطموح كبير، لا نفكر الآن إلا في مباراتنا القادمة أمام أوغندا، وما يلعبوا السبت بالمناسبة، وبعد كده نفكر في المباراة اللي تليها. عندي أمل كبير أننا سنستطيع أن نتخطى الدور الأول، وهذا هدفنا في البداية، ثم سنفكر بعد ذلك ماذا سنفعل. لدي مجموعة منتقاة من اللاعبين، بعضهم من المحترفين خارج البلاد وأيضا من المميزين في الدوري الداخلي. الأمنيات أن نقدم كرة تليق باسم الكونغو. ده فيما يتعلق طبعا بمدرب الكونغو. الداخلية عملت لنا فيديو عن الاستعدادات الأمنية المرتقبة في هذه البطولة. رحلة آمنة بمشيئة الرحمن. أمن كمان النهاردة طلع بيان مهم جدا، لازم أدي حضراتكم يعني بريف كده عنه مختصر، للي هيروح الملعب عشان يبقى عارف إيه الممنوعات اللي ما ياخدهاش معاه، لأنه لما هياخدها تتصادر منه، وإذا كانت حاجة مش لطيفة شوية زيادة عن اللزوم يعني ربما يكون في الأمور أمور، فتجنب ده. وعايز أقولك ده كله لمصلحتك، يعني أنت اللي رايح بشكل طبيعي كمشجع عايز يروح يستمتع وينبسط، اللي رايح بقى حاطط في جيبه حاجة ولا جوه الشراب حاجة ده مش راح ينبسط، فده مش معانا مش تبعنا خالص. طب إيه الممنوعات؟ أقولك يا سيدي، أولا الأسلحة النارية بكافة أنواعها، حتى لو كان مرخص بيها ممنوع إطلاقا أن أنت طبعا تخش بيها أو حتى حاملها بيتمتع بالإعفاء من حمل الترخيص. محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية ممنوع، الشماريخ ممنوع، الآلات الحادة والمدببة تمام، أجهزة التسخين ومصادر الإشتعال للباور، مواد سريعة الاشتعال، عبوات الغاز المضغوطة. والله ما انا عارف الحاجات دي يعني ايه عبوات الغاز، اكيد بقى بتوع الشغب هم اللي عارفين ده، اللي بيحبوا يعملوا شغب يعني. اقلام الليزر تفضل تضربها في عين اللعيبة وانت فاهم ان دي بتنفع دي ما بتنفعش.
علشان اللعيب اللي انت بتضرب عليه الليزر ده يتأثر بالليزر بتاعك لازم يبقى باصص لك، وهو عمره ما هيبص لك لانه بص في الملعب واللي الناحية التانية خالص. يعني تقول مثلا جول كيبر، انا جول كيبر، فالمدرج اللي في وش اللي هناك ده هيضرب ليزر ولا ليها تأثير خالص، عشان اتأثر بقى بالليزر قوي لو انا جول كيبر اللي هي دي الاساس في اللي في اللي بيمسكه ليزر. يعني اذا كان هنا في المدرج ده لازم اعمل له كده وانا مش هعمل كده وهكذا. يعني المهم انها ممنوع. الصفارات ممنوع، السبراي ممنوع، علب الكبريت، العصية الخشبية للأعلام، عايز تاخد معاك علم امسك معلم كده في ايديك كده بايديك الاتنين، لكن فيش عصاية حاملة للعلم، ده ممنوع. شواحن التليفونات المحمولة، اشحن قبل ما تيجي. اسمه بانك باور أو الباور بانك ده اللي بيشحنوا بيه ممنوع. المحمول المغلق ممنوع. زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية، المعدنية تيجي تتنرفز ثم ملبس اللي قدامك بتاع مش طالبة، فممنوع العلب المياه الغازية المعدنية ممنوع. الأسلاك الكهربائية بأنواعها، وأنا مش عارف أتخش بأسلاك كهربائية ليه مش عارف، ممنوع. البطاريات الجافة ممنوع. أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء، مش عارف تخش مفاتيح كهرباء ليه، ده أساسا كهرباء مش متاخد في المنتخب فهتخش بمفاتيح ليه، حاجة غريبة جدا يعني برضه. وأخيرا شرائح من الأسلاك، شرائح لحام الأسلاك، كده ممنوع. خلاص عرفنا الممنوعات تمام. طب ما مسموح لك بإيه؟ أكواب المياه البلاستيكية خش، علب العصير الكرتون خش، الأطعمة في أطباق فويل خش، طبق فويل في سندوتشين حلوين كده شوية طماطم وخيار حلوين جنبيهم كده حتتين مخلل الخيار تحفة خش، الهواتف المحمولة المفتوح خش. وعلى فكرة زي ما قلت لكم وزي ما بفضل الله من شهرين عملنا الحملة دي، إن هيبقى في براندات حلوة جوه، هتلاقي محلات أكل موجودة وهتلاقي محلات شرب موجودة. يعني لو أنت مش محتاج تشيل معاك من بيتك، أنت تخش تلاقي كل ده موجود متوفر جوه، تخش تاخد السندوتش بتاعك الحلو، تاخد اللقمة الجميلة، تشرب مشروبك الحلو في الكوباية البلاستيك الجميلة وخلاص على كده. وعاملين لك كمان هناك ملاعب صغيرة هتلعب فيها ألعاب معينة لو أنت حابب قبل ما تطلع مدرجك، أوكي. إحنا عارفين إن أبواب الإستاد هتفتح الساعة 1 الظهر بكرة، هتقفل 6:30، من 1 لـ6:30، بعد 6:30 ما تروحش لأن مش هتخش، أبوابها هتتقفل. كل سنة وأنت طيب. من 1 لـ6:30 تمام؟ تمام. بعد كده قال لك إن تم تزويد طبعا المدرجات بكاميرات مراقبة، وكمان كل الوجوه موجودة على هذه الكاميرات من خلال طائرات بتستخدم لأول مرة بتغطي الاستادات من فوق. كل ده ليه؟ يعني واحد يقول لك الله احنا يا عم رايحين سجن، لا بالعكس، ده انت رايح مكان بيوفر لك حرية المشاهدة. كل اللي احنا قلناه ده للمشاغب، واحنا مش عايزين المشاغب. انت راجل او انت سيدة او بنوتة او الى اخره، رايح تتفرج عشان تستمتع، مش رايح عشان واحد يزعجك ببتاع مدببة بصاروخ شمروخ يوم ضربه انت تشم الريحة تتضايق، بواحد ماسك مش عارف ايه يضرب مسدس صوت ودنك انت رايح تنبسط، فانا ببسطك كأمن فبمنع كل ما هو يضايقك. إذن كل هذه الاجراءات معمولة لحريتك، اما اللي عايز يقيد حريتك لا. يعني واحنا طلبه في كليه الحقوق، انا خريج حقوق عين شمس، كان عندنا دكتور اسمه فؤاد العطار كان بيدينا القانون الاداري، فجي قال لك ايه، واخد الدكتوراه بتاعته من فرنسا، فبيقول بيحكي لنا انه كان قاعد في بيته في فرنسا معلي الراديو شويه بيسمع مزيكا، يعني ديت بياف بتاع حاجات من اللي هي ديت بياف دي طبعا ام كلثوم بتاعت فرنسا. فبيقول لك فجاه لقى البوليس وطالع يمسكه وياخده الاسم يعمل له محضر. قال ايه؟ قال لك انت مجرد ما عليت الراديو انت ازعجت الناس اللي جنبك. قال له دي حريتي؟ قال له حريتك تتوقف
عندما تلمس حرية الآخرين. الآخر اللي جنبك ده عنده حرية في الاستمتاع بالهدوء والسكينة، خلاص دي حريته الطبيعية اللي هي ماشية مع الطبيعة. الغير طبيعي ان انت تعمل صوت اوفر، هو لما يحب يسمع هيسمع على قد ودنه وانت تسمع على قد، وهكذا. يعني بحكي لكم القصة دي عشان الناس ما تفهمش غلط، يطلعوا على الفيسبوك يا عم ده مودينا سجن، ده لا، ده موديك لمكان تستمتع فيه بحريتك الكاملة. تمام. طيب الكاميرون مرت بنفس الحكاية بتاعت زيمبابوي هناك وهم في الكاميرون. الاتحاد الكاميروني قال لهم ان مكافأة المشاركة هتكون 27,000 جنيه استرليني. لعيبة الكاميرون كلهم محترفين زي ما قلت لكم امبارح او اول امبارح، قلت لكم الاندية اللي بيلعبوا فيها، قال لك لا احنا عايزين 57,000 استرليني مش 27,000 استرليني، احنا مش مسافرين. وفعلا كانوا واخدين قرار عدم السفر، وليهم على فكرة برضو حادثة مشابهة كاميرون قبل كده من كام سنة. فكلام كله ان هم مش جايين لغايه ما اتحلت المشكله، وقالوا ان هم هيوصلوا النهارده ان شاء الله الساعه 12 مساء. نشوف بقى المؤتمر. الحديث هناك بتاع الكاميرون هناك قبل ما يجوا كان له حديث طبعا المدير الفني للمنتخب الكاميرون. The match very seriously, all the matches. And that we have been also playing against teams that needed to qualify. And despite the fact that Cameroon was qualified, we ended up with the same points as Morocco and with only 2 goals difference. So I think that we have had. منتخب الكاميرون قال إنه سيذهب إلى مصر للمشاركة في البطولة. نحن أبطال النسخة الماضية. منتخب الكاميرون هو الثاني بعد مصر من حيث عدد الألقاب في البطولة. لذا فالتاريخ يتحدث عن نفسه. الفراعنة طبعا المعروف انهم اصحاب الرقم. اوضح ايضا سيدورف الهولندي، نحن نعلم جيدا ان المهمة ستكون صعبة، لكننا حضرنا كما ينبغي لذلك. نحن جاهزون الان لهذا التحدي. التنافس سيكون على اشده في البطولة. نحن راضون عن المعسكر الاعدادي، لذا فكل الامور تسير في الطريق الصحيح. The match very seriously, all the matches, and that we have been also playing against teams that needed to qualify. And despite the fact that Cameroon was qualified, we ended up with the same points as Morocco and with only 2 goals difference. So I think that we have had for sure the right approach. And the moment we were asked to step up against Comore at home, we did. And I think that is what was important for us. But now there's a new start. This is months ago. And the players have finished their season. Let's see how everybody present themselves for AFCON. But we are very satisfied. ده كان كلام الهولندي سيدورف. الكاميرون عملوا فيديو صغير كده لاستعراض التيشيرت اللي هم هيرتدوه في هذه البطولة. الكاميرون بتلعب في المجموعة السادسة بصحبة طبعا بنين وغينيا بيساو وغانا. غانا وبنين وغينيا بيساو في المجموعة السادسة. طب ده تيشيرت الكاميرون. عايز اوري حضراتكم بقى بسرعة قوي التيشيرتات بتاعت المنتخبات. شوفوا بس كده الالوان تتعرفوا على التيشيرت الخاص بكل منتخب. ده منتخب مصر بتاعنا طبعا، لون العلم بتاع مصر، ساحل العاج، كوت ديفوار، اورنج المشهور، المغرب الاحمر هو الاساسي والاحتياطي الابيض، السنغال الاخضر، الكونغو، ده منتخب مصر مرة تانية. بنعيد الفيديو مرة تانية. طيب يلا. طيب ده مالي عنده 2 تيشيرت أبيض وأصفر. ده كينيا طبعا مشهور قوي التيشيرت بتاعهم وشيك قوي والله برضو قوي يعني. تونس الأحمر
أو البرتقال يعني. الجزائر عندها 2 تيشيرت، الأخضر هما مشهورين بيه طبعا، والأبيض احتياطي الأبيض. جنوب أفريقيا الكاميرون، ما شفناش اللي على اليمين ده، لسه جديد علينا ده. زيمبابوي اللي هتلعب قدامنا بكره بإذن الله. غينيا أبيض أساسي وبرتقالي احتياطي. أوغندا بلون العلم بتاع بلادهم. غانا أعتقد ده تيشيرت برضو شكله جديد بالنسبة لغانا. نيجيريا مشهور قوي التيشيرت ده. طيب دي كانت طبعا أدل تيشيرتات كويس قوي. عندي الحقيقة بعض التعديلات عايز اشرحها لكم بسرعة جدا قبل ما نروح لحاجة أخيرة، وهي خاصة بأفضل 10 لاعبين هيلعبوا في هذه البطولة. تعديلات اللي عملها الاتحاد الدولي ستطبق في هذه البطولة. وبرضو بالمناسبة سألت المونديالي العالمي النهاردة هل الفار مطبق؟ قال إن الفار هيطبق من دور الثمانية. من دور الثمانية. حقيقة هو اتفق معايا في الرأي. الفار إما تطبقه من اليوم الأول إما ألا تطبقه. ليه؟ لأن ممكن جدا فرقة تصل إلى دور الثمانية بخطأ تحكيمي، وهذا أمر يعني غير منصف على الإطلاق، وتستمر في البطولة رغم أن غيرها لو كان الفار مطبقا من البداية كان ممكن غيرها هو اللي يصل. لكن خلينا نقول الأمر الواقع وفقا للمونديال العالمي أن الفار سيبدأ من دور الثمانية. طيب ومن ثم كل التعديلات اللي عملها الاتحاد الدولي في قانون اللعبة سيطبق في هذه البطولة من البداية. طبعا هو صدر في 1/6، كل ما بعد 1/6 ستسرع عليها هذه التعديلات. هقولها لكم بسرعة جدا عشان برضو ما ينفعش وانتم بتتفرجوا يحصل حاجة تقول ايه ده، وهي سهلة للغاية. سريعا جدا، اولا زمان او قبل كده كان حارس المرمى عشان يلعب ضربة المرمى ما يبقاش حد جوه ال 18، لا دلوقتي ممكن زميله يبقى جوه ال 18 عادي جدا ويلعب. طيب قبل كده الحيطة اللي بتقف قدامك كان ممكن زمايلك، انا هشوط اهو زمايله يخش جوه الحيطة عشان يفتحوا لي ثغرة، دلوقتي ممنوع. الحيطة بكاملها من الفريق المنافس، حضرتك عايز تقف زميلي انا يقف بره الحيطة يمين او شمال، لكن جوه الحيطة ممنوع تقف. ليه؟ عشان بيحصل شد وجذب وزق وبتاع. تعديل 10 على 10. اي لاعب هيخلع قميصه احتفالا بهدف حتى لو ألغي الهدف هياخد الإنذار. اللي يكسب القرعة في البداية له يختار الكورة أو الملعب. الأول كان له يختار الملعب، دلوقتي اختار الكورة أو الملعب. لو اخترت الكورة الكابتن التاني ياخد يختار الملعب اللي هو عايزه، لو أخدت الملعب يبقى التاني ياخد الكورة. اللاعب اللي يتضرب ويحصل على ضربة جزاء كان بيخرج وما بيدخل، يخرج للعلاج يعني، ما بيدخلوش الحكم إلا بعد إتمام ضربة الجزاء. لا دلوقتي ممكن يدخله قبل لعب ضربة الجزاء ويلعب هو ضربة الجزاء. اللاعب البديل اللي هيستبدل يستبدل من أي مكان في الملعب، مش لازم يجي من الوسط عشان يسلم على الراجل اللي نازل. انت ناحية الشمال خالص اخرج، انت ناحية الجون بتاعك اخرج، مش لازم من الوسط. ده طبعا اختصارا للأوقات. اي لاعب اي لفظ خارج او اعتراض غير مقبول يصدر من دكة البدلاء، اللي هياخد الكارت الاحمر هو المدير الفني. ودي جديدة، ودي جديدة يعني، كان لو المساعد هو اللي عمل كده هو اللي بيطرد، لو الاداري هو اللي عمل كده هو اللي بيطرد،
المرة دي أي حاجة هتصدر ده ليه؟ نوع من أنواع أن المدير الفني لازم يبقى مسيطر. حصل حاجة يا حبيبي في دكتك حضرتك اللي هتطلع بره. فهو كدير أن هو يخلي كله يبقى ساكت ما يفتحش بق. الحكم لن يحرز هدف. يعني إيه؟ كنا زمان نقول الحكم ده هوا. لو اتشطت الكرة ضربت فيه حولت اتجاهها راحت دخلت جوه الجون الأول جون. دلوقتي لا، لا يحتسب هدف ويتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة، بالإسقاط ما بين آخر اتنين لعيبة. دي واضحة، دي مهمة جدا جدا. لكن في وسط الملعب ما فيش مشكلة، تخبط فيه تروح في أي اتجاه مش هتفرق. فاضل لي اتنين تعديل. لمسة اليد بالنسبة للمهاجمين لن تكون تقديرية على الإطلاق، تحتسب لمسة يد. يعني مهاجم رايح يجيب جون الكرة ضربت في إيده، إيده جنبه، إيده مش عارف إيده، لا هاند بول خلاص، مفيش حاجة اسمها تقديرية. آخر حاجة، حارس المرمى من حقه أن يتقدم في ضربات الجزاء. خلي بالك، كان حارس المرمى من حقه يتحرك على خط المرمى بالعرض أثناء تصديه لضربة الجزاء، بالعرض على خط المرمى يتحرك يمين شمال على خط المرمى براحته. القانون الجديد له ان هو يتقدم برجل واحد، برجل ايه؟ واحد، يعني رجل على الجير والرجل التانية لقدام شوية. لو الوضع ده يناسبه يعمله، لكن الاول كان بيتحرك فقط لغير على خط المرمى. دي التعديلات، اعتقد انها وصلت لحضراتكم. عايز استعرض لكم بسرعة جدا اهم 10 لاعبين في هذه البطولة، ولكن بعد الفاصل. محمد رزق لاعب وسط بيراميدز عاش شارك على امم افريقيا ومنتخب مصر الوطني وحظوظ منتخب مصر الوطني في البطوله، او توقعاتك ايه البطوله بصفه عامه؟ وطبعا ان شاء الله توقعاتنا كلنا خير ان شاء الله في المنتخب، ان شاء الله البطوله على ملعبنا وفي ارضنا، ان شاء الله الجمهور يكون له سبب كبير قوي في فرحه ان شاء الله اللعيبه باذن الله يفرحونا كده بالبطوله باذن الله. مصر طبعا دايما مرشحه اي بطوله بتخشها، يعني بغض النظر على ارضنا او بره ارضنا، مصر دايما من الناس اللي هي مرشحه اللي هي تاخد البطوله. يعني انا بس انا في منتخبات قويه جدا، يعني عندك المغرب، عندك تونس، عندك السنغال، عندك نيجيريا، عندك الكاميرون، فعندك لا عندك موضوع صعب جدا. فان شاء الله نقدر نعدي المرحله، نركز الاول ناخدها واحده واحده كده ونوصل للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اول بطوله باذن الله وفرحوا الشعب المصري ان شاء الله كله. البطوله طبعا عندنا في مصر هنا، فلازم ان شاء الله يكونوا، انا واثق في اللعيبه ان شاء الله ان هم يحققوا البطوله باذن الله. يعني ان شاء الله كان الاول تلاقي منتخبين ثلاثه وفي كل منتخب لعيبه او حاجه، دلوقتي لا، منتخبات كلها قويه، وربنا يكرم ان شاء الله وتبقى البطوله لمنتخب مصر وتبقى من كان الشعب كله مصر البلد، تبقى حاجة تتنقلنا نقلة تانية إن شاء الله. بطولة صعبة مش زي البطولات اللي فاتت، هتبقى فيها منتخبات أفريقيا دلوقتي فيها أقوى، تتكلم على أكتر من 6 أو 7 منتخبات، فرق فعلا منتخبات قوية، فطبعا تبقى بطولة صعبة، بس يمكن عشان في مصر هنا وسط الجمهور تبقى أسهل شوية، بس لازم اللعيبة تركز وفي المعسكر جدا، وكله لازم يطلع كل ما عنده 200% عشان بطولة المرة دي صعبة جدا. كل مرة بيبقى البطولة على أرضنا في مصر ببقى عندي يعني شوية مرتاح ومطمن، الجمهور بيبقى ليه عامل كبير، المنتخبات بتيجي في مصر هنا طبعا مرعوبة وخايفة من منتخبنا، هنا بنبقى أقوى. ان شاء الله المنتخب ده يعمل حاجه السنه دي، وان شاء الله البطوله تبقى بتاعتنا. البطوله دي هتبقى قويه لان في مصر وفي منتخبات كويسه جدا، اتمنى المنتخب مصر ان شاء الله يحرز لنا البطوله، لان ديت في مصر وما ينفعش تخرج البطوله بره مصر. يعني بطوله صعبه على ملعبنا، ده دافع والجمهور في ظهرنا، فده دافع قوي جدا للاعيبه وللجهاز ان باذن الله البطوله تكون بتاعتنا، لكن بامر الله يعني انا بنتمنى ان البطوله تكون معانا بامر الله ونجيب نحصد البطوله الثامنه، لكن في منتخبات قويه زي السنغال زي تونس زي المغرب قادرين ان هم ينافسوا بقوه على البطوله، فبنتمنى من ربنا ان يكون اللقب من نصيبنا بامر الله. كلنا ورا المنتخب دلوقتي ان شاء الله، البطوله على ملعبنا، عايزين نرجع ذكريات 2006 ان شاء الله، ربنا يكرمهم ان شاء الله ويوفقهم باذن الله ان شاء الله، ويتواجدوا بالبطوله ويفرحوا الشعب المصري ان شاء الله باذن الله.
شاء الله بإذن الله صلاح ورفاقه إن شاء الله يحققوا الأمل المنشود بإذن الله. هخلي العشر لاعبين اللي اتكلمت عليهم هنتكلم عليهم مع الكباتن الكبار بإذن الله. خليني أختم مع كوبا أمريكا. كوبا أمريكا المجولة الثانية استأنفت فجر النهاردة الخميس بمباراتين هامتين للغاية. المباراة الأولى استطاع فيها فريق كولومبيا أن يفوز على فريق قطر بهدف نظيف ليصعد في الترتيب إلى 6 نقاط. كولومبيا بتتصدر ب6 نقاط. ده كان هدف كولومبيا في مرمى قطر وانتهت به أو انتهى به اللقاء، فوز كولومبيا على قطر. اللقاء الثاني طبعا كان مخيب لأمال كل محبي الأرجنتين وانتهى بالتعادل 1-1 في مباراة الحقيقة غريبة للغاية مع باراغواي. تقدم باراغواي في البداية بهدف رائع الحقيقة بتمريرة جميلة من ناحية الشمال وعرضية متقنة جدا جدا وبيمينه في الزاوية البعيدة. يتقدم باراغواي وسط مش هقول ذهول لأنه جماهير الأرجنتين تعودت هذه الفصول الباردة الحقيقة من منتخب بلادها الذي يؤدي أداء باهت للغاية برغم من وجود مجموعة من النجوم في مقدمتهم ميسي اللي أحرز هدف التعادل من ضرب الجزاء وأضاع فريق باراغواي بعد هذا الهدف بدقائق قليلة جدا. ضرب الجزاء كانت كفيلة بإطاحة كل الآمال الخاصة بالأرجنتين في التأهل للدور التالي. بكده يبقى كولومبيا في المركز الأول. دي طبعا ضربة جزاء ضائعة خلاص، دي كانت هتنهي على أمال الأرجنتين في البطولة تماما. يتبقى أمل وحيد للأرجنتين. كولومبيا متصدرة ب6 نقاط، الباراغواي 2، قطر 1، والأرجنتين 1. لازم الأرجنتين في المباراة القادمة تفوز على قطر بشرط أن تفوز أن تحقق كولومبيا نتيجة فوز على باراغواي. بكده يبقى تروح الأرجنتين ل4 نقاط ويتوقف رصيد كولومبيا باراغواي عنده 2 أو حتى تتعادل مع كولومبيا، غير كده أرجنتين هتبقى أوت كالعادة. يلا سريعا بقى ناخد تعليقات حضراتكم على نتيجة الغد. اسلام كرم من سوهاج مركز طما قريه المضمر 2-0 لمصر، كله كاتب ان شاء الله. رضا محمود عيد بحيره مركز ابو المطامير 4-0 لمنتخبنا، صلاح 2، عبد الله سعيد هدف ومروان محسن هدف. وليد محمد عبد العزيز الهنداوي الشرقيه مركز فقوس 2-0 لمصر. أحمد محمد فرج الأهلاوي 2-0 لمصر. خالد العشري المنصورة مركز شبين قرية أم السعود 2-1 لمصر. إسلام ده قلناه خلاص. محمود الرميلي من سوهاج العصيرات مصر 2-0. إسلام ده قلناه خلاص، ناخد كده شوية. سيد عواد من كفرة هرمز مركز دلقوش محافظة المنيا 2-0 لمصر. أنا هيمة محمد البنا الشرقية أبو حمادة العوضية 2-0 لمصر. أيمن جمعة توير وغازي شارلو 2-0 لمصر. حازم شحاتة سوهاج طمع الحديقة 3-1 لمصر. حليم عبد الحليم رضا من البيت الشرقية 3-0 لمصر. جمال عبد الحميد كفر سنجاب طميل أمديد ده أهلية 2-1 لمصر. أحمد علي أحمد أبو الكبير سوهاج جرجع نجوع بندار 3-1 لمصر. أخذ كمان 4، عندي عدد مهول كالعادة بفضل الله.
العمدة محمد الدغار، سوهاج قرية بهتة مركز المراغة، 3-0 لمصر. ثابت عبد السلام، 5-0 لمصر، وصلاح هيكون هاتريك. حليم ده قلناه خلاص، اجري كده شويه، اجري شويه كده من ورا شويه، ناخد الناس فرصه اللي كتبوا متاخر. احمد وائل وابراهيم الدسوي، امين ابو العيله، امين القناطر، محافظه القليوبيه، 2-1 لمصر. احمد وائل ابراهيم الدسوقي من قناطر محافظه القليوبيه، ده 2-1 لمصر قلناه خلاص. احمد عبد المنعم كفر الزيات، 1-0 لمصر. ابراهيم فؤاد البحيري، 3-0 لمصر، اخر اتنين اهم. هاني الشاعر، 2-0 لمصر. احمد هارون، 1-0 لمصر. تمام، يا رب ان شاء الله تتحقق كل الامنيات. مع الكباتن الكبار وحوار حول مباراة الغد واستعراض لأهم 10 نجوم في هذه البطولة، ولكن بعد الفاصل. إن شاء الله نكسب 2-0. التشكيل المتوقع للمنتخب، أو مين ممكن مثلا يمثل منتخب مصر في حراسة المرمى كمهاجم صريح؟ ده يمكن الكلام عليه كتير قوي. هو الشناوي، محمد الشناوي، هما الاثنين يعني واحد منهم محمد، هما الاثنين في مستوى واحد، الاثنين حلوين يعني. وطبعا الاجهز هو اللي هيبقى، انا متهيألي محمد الشناوي. وعندك مروان محسن، هو اجهز، هو جاهز ومركز، وحط جون في الماتش اللي ودي الاخراني ده، حط جون حلو قوي. 3-0 للمصر. 3-0 ان شاء الله. ومساء الكابتن مدحت شلبي. شايف مصر ممكن يعني تاخد البطوله في ظل وجود الحضور الجماهيري الكبير اللي احنا بنسمع عنه؟ بيت المحترفين كمان. محترفين. مين ممكن يسجل اهداف مصر في هذا اللقاء؟ ان شاء الله محمد صلاح ومروان محسن والنني. ان شاء الله مصر هتفوز 2-0. محمد صلاح ان شاء الله. محمد الشناوي في الجول، ويلعب احمد محمدي وباهر محمدي، وهيلعب حجازي، وفي الشمال ايمن اشرف. ماشي. وقدامهم هيلعب طارق حامد والنني وتريزيجيه، والناس كلها بتقول عبد الله السعيد، الناس كلها بتقول عبد الله السعيد، بس انا حاسس ان هو هيلعب عمرو ورده. ورده وطلب عن صلاح، واكيد وارد برضه مع عمرو ورده يبقى وارد. لا لا، هو لازم، انا حاسس، انا بتكلم بتفكيره. انا مهاجم بقى صريح مروان. لا لا، هو يلعب بمروان. لا، هو مقتنع بمروان ايا كان هو بيلعب. هو مروان لعيب كويس، بس اهم حاجه التوفيق بتاع ربنا. ربنا يا رب يوفقنا، وان شاء الله البطوله تبقى في البلد عندنا وتبقى لينا ان شاء الله. ان شاء الله مصر تكسب 2-0. 2-0 ان شاء الله. تقول لي محمد صلاح برضه هيجيب لي جول، ولا في حد تاني هيجيب لي جول؟ هو مفيش غير صلاح يعني. صلاح هو نجم المنتخب الاول، بس ان شاء الله يعني في البطوله ديت هيظهر فيها اكتر من نجم باذن الله في منتخب مصر. ونتوقع ان في مروان محسن هيأدي بطوله كويسه، وعبد الله السعيد يعني هيثبت نفسه من الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله نكسب 2-0 باذن الله. اول ماتش في البطوله، ماتش الافتتاح بيكون صعب جدا، بس ان شاء الله نعدي المباراه، ودي اول 3 نقط لنا في البطوله، وان شاء الله نعدي الدور 16 باذن الله. ان شاء الله بقول ان شاء الله ممكن 2-0 ان شاء الله. كابتن وليد، ممكن يسجل اهداف منتخب مصر؟ يعني مفيش غيره بقى بصراحه، يعني عشان ده ابن بلدي كمان، متحيز له شويه. الكابتن محمد صلاح طبعا، ده يعني بصراحه نور عينيا. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، ارحب بالكبار كابتن فاروق جعفر. مساء الانوار كابتن. اهلا وسهلا كابتن ضياء السيد. مساء الانوار. مساء الانوار. اهلا وسهلا كابتن علاء مهوب. مساء الانوار. مساء الانوار كابتن مدحت. اهلا وسهلا بحضرتك. هنتكلم اكيد عن منتخب مصر، وهنتكلم عن الخطط يعني المطلوب ان هو يلعب بيها، او ايه المتوقع، امور كثيره. لكن خلينا نبدا، لان كان المفروض اخدها في الانترو. افضل 10 لاعبين في هذه البطولة. تمام يا كباتن؟ تمام يا كابتن. نبدأ بأول لاعب عند حضرتك كابتن فاروق. بغداد بنجاح، ده لعيب جزائري. من اللعيبة الكويسة. كان عنده فرصة إن هو يلعب في أسبانيا ببرشلونة.
وهو دلوقتي بيلعب في نادي السد القطري. ايوه عنده 27 سنه، جاب 39 هدف في الدوري القطري، يعني لعيب هداف كبير يعني هداف أوي. طبعا هتلاقي الفرقه بتعتمد عليه بشكل كبير، وهو يعني بيعيش في الفتره دي افضل اوقاته كلاعب كوره. فعنده كاس الامم الافريقيه اللي ان شاء الله اللي هيبدا بكره، عنده فرصه ان هو يعبر عن نفسه ويقدر يتنقل لاكبر فرق اوروبا، ان هو من اللعيبه كويسين جدا. بس انا في اعتقادي ان اللعيبه كلها الكبيره ما بتقرب تخلص بتروح القطر. بالظبط طيب. كده اللاعب الثاني كابتن ضياء حكيم زياش المغرب لاعب اياكس طبعا عامل موسم رائع، وطبعا اللي اظهره اكتر بطوله الدوري ابطال اوروبا، ظهر بشكل كويس مع اياكس، خصوصا ان اياكس وصل لمرحله متقدمه بشكل كبير جدا في البطوله وخرج من توتنهام. خرج في الوقت الضايع بالظبط، هو جناح ايمن واشول يعني مع اياكس واخدين دوري وكاس، هو احرز 29 هدف في كل في الموسم يعني في المباريات كلها، وصنع العديد من الاهداف في فرق كبيره عينها عليه، خصوصا بعد ما اياكس باع من اهم اثنين عنده ديونج اللي راح برشلونه، وفي دي ليخت دلوقتي عليه الصراع ما بين برشلونه وليفربول ومانشستر واليوفنتوس وباريس سان جيرمان. صحيح. فهو يعني حتى اياكس ما عندهمش مانع ان هم يبيعوه، وهو الهولندي بيصدر، هو اياكس بيصدر على طول بالظبط، ودي سياسته، فده لعيب مهم جدا في فرقه المغرب. ممتاز. الثالث نجم تنزانيا وراس حربة نادي جينك البلجيكي سامتا. راس حربة هايل، يمكن موسم 2018-2019 من احسن مواسمه، أعرض 32 هدف في 53 مباراة وطلع هداف البطولة في جينك البلجيكي. وكان سامتا كان بيلعب في مازيمبي الكونغولي. وفاز بجائزة أحسن لاعب داخل أفريقيا 2015. ويعتبر من عائم فريق تنزانيا، وتقريبا كلهم بيعتمدوا عليه وعلى مدى توفيقه، لعيب ممتاز جدا، بيعرف يحرز هدف، بيتحرك كويس جدا في الصندوق زي ما بيقولوا، دايما بيعرف يجيب هدف. كتبتها يعني سجل 32 هدف في 53 مباراه، ده نسبه عاليه جدا جدا جدا، واعتبر هو النجم بتاع فريق جينك البلجيكي، وتقريبا فريق تنزانيا كلها بتعتمد عليه، وممكن اخطر لعيبه تنزانيا كلها. وخلي بالك كابتن علاء ان اول ظهور لتنزانيا بالظبط، يعني مساله وبيدربهم طبعا نجم الزمالك ايمانويل ميكي زي ما انت عارف بالظبط، وعامل طفره، كان يعني بقى لهم فتره كبيره قوي بعيده عن بطولات افريقيا. صحيح. السنه دي وصلوا، يمكن اتفرجنا عليهم مش الفريق قوي قوي، لكن تحس ان في قوام فريق. برضو في البطوله مشاطر اسماء كابتن مدحت ما تضمنش الفرقه دي اطلاقا، ما تضمن تفاجئ بالظبط، يعني احنا بنتكلم مين حصان الاسود، مين حصان الاسود، ممكن تلاقي فرق من الفرق اللي احنا مش حطينا في الحسبان بالظبط، لكن هو طبعا لعيب خطر جدا ومهم جدا. كلام. اتفضل يا كابتن. اللعيب الثالث الرابع سيلف ثاني، ده لعيب سنغالي من اللعيبه كويسه جدا، من بيلعب في الدوري الالماني، بيلعب في نادي شيلكا الالماني، مركزه بيلعب مدافع، مدافع يعني بيقولوا عليه قوي، عنده السرعات وعنده القوه، بيلعب بدماغه كويس. هما الفرقه بتاعته يمكن في الدوري، في الدوري جسمه جامد، انا بقول عشان كده قوي، بيلعب في الدوري، بيلعب في الدوري الالماني. الفرقه بتاعته السنه دي يمكن اتاخرت شويه، بقت في المركز 16. دخل في مرمى فريقه شيلكا الالماني 55 هدف، عدد كبير جدا من الاهداف، هو احرز لفرقته 4 اهداف، هو بيلعب مدافع بالتاكيد، هو طبعا في الكرات الثابته بيطلع يلعب بدماغه الكرات، او بيلعب يعني في الكرات الثابته بيبقى موجود جوه الصندوق. دلوقتي هو عنده فرص كبير قوي ان هو يروح الدوري الاوروبي، فرق في الدوري الاوروبي سواء الدوري الانجليزي اسباني بالزبط. هو في الدوري الالماني ممكن يبقى عنده فرصه في التعديلات او في التغييرات او يعني الصيف اللي جاي ده، يبقى عنده فرصه ان هو يبقى موجود في الدوري الاوروبي في اكتر من ناحيه. ممتاز. اتفضل يا كابتن. موسى ماريجا ده لعيب شفناه مع بورتو في بطولة الشامبيونز ليج، خصوصا ان احنا تابعناه مع بورتو ضد ليفربول، لان احنا كنا بنتابع صلاح بالتبعية، لعيب مهم جدا، راس حربة قدراته عالية بشكل كبير. الهدف الجميل اللي حطه ده قدراته عالية بشكل كبير جدا. هو مولود في فرنسا،
عنده أهداف يعني إجمالي أهدافه في 75 مباراة 41 هدف، فهو فيرود قوي جدا. وطبعا عنده عروض، والبرتغال حضرتك زي ما قلت زي هولندا مصدرين ليأخذوا المواهب تلمع عندهم بأسعار قليلة، مصدرين للمواهب لأوروبا. كابتن علاء كالعادة أونانا كاميروني طبعا حارس المرمى في أياكس أمستردام، فاز بطولة دوري السنة دي ووصل للدور قبل النهائي في بطولة أوروبا، ومن اللعيبة الناشئ 23 سنة، أندية كتير جدا 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 عايزة تتعاقد معاه الصيف ده، ويمكن مانشستر يونايتد فعلا قدم عرض إن هو عايز خدماته، طبعا قوبل بالرفض لأن معقول مش فريق أياكس مش معقول هتبيع كل اللعيبة اللي موجودة، خصوصا اللعيبة اللي احنا بنتكلم عليها اكاديميتها لعيبة صغيرة في السن، وأياكس يهمه جدا هو بيبني فريق، وفريق طبعا كان محترم جدا، مفيش حد اتفرج على بطولة أوروبا السنة دي غير لما أعجب بهذا الفريق من أول حارس مرمى لحد رأس الحربة، فريق متكامل. في بعض اللعيبه اتبعت منه، لكن دايما اياكس معودنا دايما بيطلع لعيبه، ولعيبه دايما افزاز خصوصا في الاماكن اللي حساسه. كاميرون حراسه مرمى من ايام زمان، من كابتن فاروق اكيد طبعا، كابتن فاروق اكيد طبعا نكونو وانطوان بيل وكده، دايما كاميرون كابتن مدحت فيها حراس مرمى مميزه، وسونج طبعا ومهاجمين بالظبط. اللي بعده يا كوتش نتكلم في نودي موسونا، ده لاعب من زيمبابوي، يمكن بكره ان شاء الله هنشوفه بيلعب على طرف، بيقول لك من لعيبه كويسه جدا سريع، عنده مهاره، بيلعب في الدوري الاوروبي، بيلعب في الفريق البلجيكي، عنده الرشاقه والمهاره والمرونه، وعنده سلاسه في الاداء، دايما مبتسم، وبكره يمكن هيقدم يعني برضك. ده بنعرف برضك ان اللعيبه المصريين يبقى يعرفوه بشكل او يركزوا معاه بشكل كبير ان هو هداف، وعنده ثقة في الأداء، وعنده السرعة والمرونة، ودي برضك في حزبة اللعيب، دي من قدرات وإمكانيات اللعيب لما تيجي قائم لعيب، السرعة والمهارة أهم في شيء في لعيب الكرة، وده عنده السرعة والمهارة، إن شاء الله نتفرج عليه بكرة وما يكونش فعال أمام مصر إن شاء الله نتفرج عليه وما يعملش حاجة وما يكونش فعال قدام مصر إن شاء الله، فرق شكل بس بالظبط، هو مبتسم، خليه مبتسم بكرة إن شاء الله. اللعيب الثامن يا كابتن ضياء نيكولاي بيبي، وده جناح في كوت ديفوار، إيفواري، لعيب في بيلعب في نادي ليل الفرنسي، ظهر بشكل كبير جدا، ولسه لحد دلوقتي الاخبار بتاعته ان ليفربول كان عايز يجيبه في حاله ان صلاح ما حسمش موقفه بعمليه الانتقال بتاع ريال مدريد او يوفنتوس. جناح سريع جدا ولعيب كره عالي، احرز 32 هدف في الموسم من 37 مباراه وصنع 11 هدف، لعيب مهم، وانا بعتقد انه ليل مش هيقدر يصمد في ازاء العروض، خصوصا العروض اللي جايه من انجلترا. حصول ثلاث لعيبه افارقه على الهدافين في الدوري الانجليزي، اوباميانج وماني وصلاح، بتشجع اللعيبه اللي بتظهر زي بيبي كده في فرنسا ان هم يبقى مهاراته وكابتن بالظبط قوي جدا قوي جدا وسرعه وهايل، بتشجعهم ان هم يبقى عندهم طموح ان يروحوا الدوري الانجليزي لانه بقى الدوري الاقوى دلوقتي على الساحه العالميه. صحيح. فده لعيب خطير جدا ولعيب مطلوب بشكل كبير يعني في منتخب كوت ديفوار. كوت ديفوار التاسع قبل الاخير. التاسع لعيب تقريبا مصر وافريقيا كلها عارفاه، تريزيجيه من اميز نجوم منتخب مصر، لعيب من يوم ما كان في الناشئين في النادي الاهلي، وكان كل الناس متوقعه ان تريزيجيه ده هيبقى ليه شان جامد جدا في كره القدم في مصر، لكن الخطوه اللي خدها وحته الاحتراف الخارجي اللي عملها فرقت مع تريزيجيه جامد جدا 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 في اسمه، تعرب بطريقه كبيره جدا، يمكن خد فرصته الحقيقيه مع مستر كوبر، وكان فارق جدا في طريقه ادائه، يعني مستر كوبر دايما كان بيعتمد على بيدافع كويس والهجمه مرتده، كان انسب ناس تريزيجيه على الشاشه ده زي ما اتكلمنا عليه، وكابتن فاروق كان بيتكلم وكان معانا كابتن ضياء حضرتك، سرعه مهاره وفي كل المميزات اللي بيتمناها اي مدير فني بيلعب بالطريقه دي، لكن دايما تريزيجيه مستر حلو قوي زي ما بقول لحضرتك كابتن مدحت، ما عندوش مشكله، ما بيخافش، بيروح عايز يعدي، بيعمل بيصنع فرص كتير قوي، ممكن يكون بيضيع لكن دايما مقلق، بيعمل ضربات جزاء كتير جدا، بيعرف يستثمر المهاره وسرعته، ودي من مميزاته. عمل مباراه، عمل بطوله الجابون كان ممتاز فيها، من احسن لاعبي منتخب مصر كان موجود، وطبعا كان
في 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 كاس العالم تصفيق. والتصفيات كان طبعا بيساهم فيها بطريقه كبيره جدا 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 طبعا الاهميه كان اول حاسم يعني الكفاية الاخيره هو الحاسم فيها بتاع كونغو وعرف ياخدها كمان كابتن فاروق بذكاء ودايما كابتن فاروق يقول لك بيعرف ذكاء اللعبة يا كابتن مدحت بيفرق جدا خصوصا ما يكون عندك المهاره وعندك السرعه صحيح يعني خلينا نقول طبعا تريزيجيه من اهم اللاعبين وان شاء الله باذن الله يوفق اعتقد فاضل لنا لاعب واحد يا كابتن طبعا لعيب طبعا موجود في مصر هنا في نادي الزمالك لعيب على مستوى عالي لعيب عنده رؤيه كبيره قوي في كره القدم لعيب عنده قدره وكفاءه عاليه جدا وهو فرجاني ساسي اللعيب التونسي لعيب محوري بشكل جيد جدا من اللعيبه اللي بيعمل الفارق في الفرقه واحنا يمكن شفنا فريق الزمالك اتاثر في عدم وجوده بشكل كبير رغم فوز الزمالك بالبطوله لكن هو كان عامل فرق كبير جدا وكان عامل زخم في الكره المصريه ان ازاي الساسي في التوقيت ده جات له اصابه وبعت لكن الزمالك قدر يكمل لكن هو من اللعيبه اللي هنشوفها في البطوله هل ساسي في الدوري العام المصري هو ساسي في المنتخب التونسي انا من وجهه نظري ان هو لعيب على مستوى كفايه بيستعمل ذكائه وقدراته ودماغه وتركيزه ويعرف احنا يمكن الاسبوع اللي فات جبنا هدف هو استعمل القوه ثم استعمل العقل القوه ثم العقل ثم العقل نعم. فلعيب عنده قدرات وكفاءات ويقدر يستغل كل المواهب والكفاءات بتاعته في المباراه ده بكره هنشوفه في البطوله ان شاء الله العنف ثم الفكر الفكر بص يا كابتن هنا اشتغل دماغه في مقتل يعني واحد زي ده يوم خايف بقى بعد الشوطه التصويبه دي يخاف يشوط تاني هيقوم حاططها لواحد زميله يشوط هو خد القرار عنده ثقه في نفسه بشكل كبير جدا وعنده الكفاءه والقدره انه يقدر يغير شكل المباراه وشكل الاداء وبيلعب في اكتر من مركز قلب ارتكاز بيلعب تحت المهاجمين بيلعب يعني لعيب لو لياقته اكتملت هو كان عنده اصابه ورجع من الاصابه ورجع بقى من الاصابه هم دلوقتي جهزوه بشكل كبير جدا هو لعيب محوري عندهم خد نص ساعه في الماتشين الودين اللي يعني توقفوا على رجله هو ما كانش بعيد ما عادش فتره طويله ولعيب كويس جدا لا واخر ماتش ودي مع تونس لعب نص ساعه لعب نص ساعه والماتشين هو لعب ماتشين الماتش اللي قبليه لعب نص ساعه اللعيبه المهاريه واللي عندها ذكاء كده كابتن مدحت بيعرف يأقلم نفسه كويس في الملعب كابتن فاروق بيعرف يشغل دماغه كويس يعني مش اصل ده لو بيعتمد على لياقته وجري وكده يتأثر لو بعد انما ده عارف بيعمل امتى يجري امتى يتحرك امتى يعمل باص طويل الكره ما تتعبش بس صح يا كابتن هو بالظبط بيعرف امتى يتحرك وكده لكن ده لو جري واليخه وكده وبعد لا هيتأثر اكيد طبعا احنا العشر لعيبه دول احنا ما جبناش اهم ثلاثه طبعا لانه دول مش محتاجين نعرض لهم فيديوهات بعيد عن محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز طبعا لكن وفقا للوكالات العالميه دول اهم 10 لاعبين باستثناء الثلاثه الكبار بالزبط. الكبار نتحدث عن مباراه الغد ولكن بعد الفاصل كابتن فاروق احيانا مباراه الافتتاح بتبقى مباريات صعبه واحيانا تحمل بعض المفاجات يعني كيف نتجنب هذه الصعوبه وايضا نتجنب المفاجات طيب عايز بس افكر الناس سنه 86 مصر سنغال. بدات البطوله خسرت مع السنغال 1-0 سنه 2006 مصر بدات البطوله خسرت انا عايز اقول البطل بيتخلق في البطوله يعني مفيش حاجه اسمها ترشيحات بقى ده هياخد البطوله ولا علاء ولا لا ده اللعيبه ده مباراه مجمعه بيلعب 8 ماتشات وياخد البطوله غير ما بيلعب سنه بحالها بيقعد يلعب 34 ماتش و35 لا هنا التركيز فاللعيبه من بدايه المباراه طبعا احنا بنتكلم في 2006 يعني بنتكلم في 13 سنه طبعا المفاهيم دي في الكوره انتهت عشان زي فرنسا ما بدات كاس العالم عبرت عن نفسها في 2006 قدام ليبيا كان ليبيا ليبيا لكن انا بتكلم لكن 86 السنغال جاي فينا هدف بالظبط انا بتكلم دلوقتي مفاهيم الكره اتغيرت المفاهيم بتاعه الكره اتغيرت النهارده انت بتلعب عايز تاخد بطوله فلازم تعبر عن نفسك ان انت فريق قوي فريق شرس فريق بتهاجم فريق عايز تاخد البطوله من بدايه البطوله ان انت عايز تاخد البطوله تعبر عن ده وده يبقى موجود انا شايف ان فريق مصر
عنده الكفاءه، عنده اللعيبه بشكل كويس جدا. اللعيبه اتمرنت في افضل انديه وفي افضل انديه، سواء في على المستوى المحلي على المستوى الخارجي، عندهم قدرات وكفاءات وامكانيات. المهم جدا ان المدير الفني للمنتخب يكون بيحط اللعيبه اللي هتقدر تنفذ له اللي في دماغه. يعني ما بيلعبش بقى اللعيبه اللي هي مثلا شبه بعض، اللعيبه مثلا اللي بتلعب لنفسها، اللعيب اللي هو بيهتم بحاجه على حساب حاجه تانية، اللعيب اللي ما بيستحملش غضب زميله في الملعب على حساب الفرقه، اللعيب اللي ما بيسمحش كلام المدرب، وده تبقى مشكله. انا شايف احنا دلوقتي متوسط الاعمار، يمكن كنا بنتكلم النهارده في متوسط الاعمار 27 سنه وشويه، وده ارقى مستوى، لان انت النضج ان انت بتتكلم من 25 من 24 ل 28 سنه بيبقى ده وصل لمرحله النضج. طب صلاح 27، ما انا بقول ده وصل لمرحله. مع صلاح من سنتين يا كابتن مدحت، غير ما كان في بازل، غير ما كان في روما، غير دلوقتي وصل لمرحله من نضج الافكار بتاعته وتنفيذه، حتى وجهه نظر المدرب، ما يشوف المدرب لعينه، ووجهه نظر المدرب في تغيير الاداء او طريقه الاداء. احنا عندنا فرقه كويسه جدا، لكن الفرقه لازم تبقى عندها الحافز والدافع ان هي تبدا المباراه بشكل يخوف المنافس، يعني يحس ان هو قفل على نفسه المده ال 29 يوم دولت، ما فكرش غير في البطوله، في تاريخه، في مستقبله، في اسم بلده. هو دي اللي توصله ممتاز ان شاء الله في المرحله اللي جايه. طيب كابتن علاء ميهوب، هل من الضروري انه أجير يلعب بكامل قوته باندفاع هجومي، ام الافضل انه في مباراه الافتتاح زي ما بيقولوا يؤدي الى حد ما بشكل تجاري، يحقق الثقه ويضمن عدم ارهاق اللاعبين؟ مباراة افتتاح موجودة في مصر، جمهورك كله حاضر. مهم قوي يا كابتن مدحت، تكملة كمان كابتن فاروق، رسالة قوية جدا لكل الفرق الموجودة. تيجي من ايه الرسالة القوية دي؟ أداء مقنع جدا ونتيجة كويسة، نتيجة كبيرة. كل الفرق مستنية بداية منتخب مصر، منتخب مصر بلعبته كتيرة جدا ما شاء الله بنجومه، مهم جدا بكرة طبعا بعد توفيق ربنا. الرسالة اللي بقول لحضرتك عليها دي أداء قوي جدا، ومن بدري من بدري يعني من بدايه المباراه واضح ان انا عايز اكسب، وعايز اكسب مكسب حلو، الناس تبقى خارجه من المباراه كده ما عندهاش قلق. دايما الجمهور المصري دايما متخوف من البدايات، لكن بكره عندك فرصه كويسه، مع الاحترام الكامل لفريق زيمبابوي طبعا، ما فيش لو هنيجي نشوف مقاييس القوه بين مصر وزيمبابوي، لا بعيد جدا طبعا، المقاييس دي كويس قوي يعني على الورق، لكن مهم قوي تبان بكره في الملعب. ملعب بكره اعتقد ان هو هيبدا بالتيم الكامل بتاعه، واكيد الاول كلام ان هو لا اقصى حاجه يبدا بيها، اقصى حاجه وطوال المباراه يعني يؤدي بشكل فول باور زي ما بيسموه. لا، في وقت انا اطمنت على المباراه وشفت اداء الفرقه مطمئن، خلاص بقى انا ابدا اريح نجومي، عايز اشوف حد ادي له فرصه. لكن الكلام ده كله هيتحقق امتى يا كابتن مدحت؟ بدايه كويسه قوي ونتيجه مريحه. ده المدير الفني ما يقدرش يعمل الكلام ده غير لو هو الاداء مقنع والنتيجه مريحاه، ما يقدرش يعمل كده لو النتيجه مثلا 1-0 والاداء مش هو، ما اقدرش، هضطر اكمل بفرقتي. وزي ما قال كابتن فاروق، البطولات المجمعه دي عايزه ذكاء، ازاي تتعامل مع لعيبتك خصوصا الناس اللي بتفرق معاك، مع نجومك كلهم، ازاي تستعمل النجم في الوقت الصح، بلاش ارهاق، لانك انت كل ما بتعدي دور الدور اللي بعديه اصعب، وانت بتلعب على حاجه واحده بس ان شاء الله على النهائي. طيب كابتن ضياء، خلينا نروح لمحمد صلاح باعتباره حجر الزاويه، راضية من راضية وأبى من أبى. هو لعب حوالي 27 دقيقة في مباراة غينيا، وكان واخد أجازة مش قصيرة. هل من وجهة نظرك أنه 27 دقيقة دول جهزوه بشكل كامل لـ 90 دقيقة، ولا هيبقى في ذهن أجيري تخطيط خاص بصلاح فيما يتعلق بثمن المباراة؟ طيب، هو الأجازة قصيرة جدا لما على موسم فيه حوالي 56 مباراة ما بين دوري قوي جدا، وفي كم ماتشين كاس او ثلاث ماتشات كاس، وبين بطولة اوروبا. نعم، فالاجازة دي قصيرة يعني استمرت حوالي 10 ايام تقريبا، اقل او 9 يعني ايام، حاجة في الرينج ده يعني 8 ايام 9 ايام. تمام، بس بدون تدريب. المخزون بتاع التدريب الصلاح الاحترافي والتدريب، ومخزون، هتكلم عن مخزون السنتين بتوع ليفربول، مخزون قوي جدا. عشان كده لما كان يعني تشوفه في الجون اللي عمل فيه سبرنت اللي عمر جابر عملها له، شوف السبرنت، لا يعني انا عايز توصل للسبرنت الاولاني، هو الاولاني نص
تحس انه خفيف وعادي جدا بيجري في وسط الثلاثه وبيلحق ياخد الكوره. تحس انه السبرنت مش بتاع حد ناقص حاجه او حد ناقص تمرين. هو مش هنقول بقى مجهد، هو ريح، هنقول انه ناقص تمرين. لا مش ناقص تمرين، مش ناقص تمرين. وبعدين انا كنت عايز اتكلم في الحته اللي علاء اتكلم فيها، الحسبه بتاعت البطولات المجمعه، الدور الاولاني عمليه جمع النقاط، الدور الثاني النوك اوت. عمليه جمع النقاط اول مباراه ما ينفعش يلعب غير بالفول باور. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده جميل جدا، بس ده المكسب الماتشين الاولانيين اعمله في الماتش الثالث. اوكي، يعني اعمله ابقى خلاص ضمنت ان انا واصل اول مجموعه ان شاء الله، اعمله على الماتش الثالث، ابتدي اريح، ادي ادخل ناس في اجواء البطوله من اللعيبه المهمه اللي هي مين في ظهر صلاح، مين في ظهر طارق حامد تحديدا، لان طارق حامد الموسم بتاعه مجهد جدا برضه. مين يدخل في ظهر طارق حامد، مين يدخل في ظهر عبد الله، ده بس لازم ابتدي قوي، اكسب المباراتين، لان عمليه جمع النقاط غير النوك اوت. فدي مهم جدا الحسبه. واجيري عنده لعب كاس عالم مع المكسيك، ولعب كوبا امريكا، ولعب بتاعه شمال امريكا، لعب الحاجات المجمعه دي كتير. فيدرك عمليه الترتيب فرقته ازاي اروح في المجموعه دي، وازاي ماتشات النوك اوت تبقى عامله ازاي، بعتقد ده يعني. طيب برضو قبل ما نروح للتشكيل والاسماء، من وجهه نظر كابتن فاروق، هل الطريقه المثاليه ما هي الطريقه المثاليه الرقميه لمصر بكره؟ هل 4 3 3؟ هل 3 4 3؟ هل كذا؟ هل 2 مش عارف ايه؟ هل كذا اللي انتوا بتقولوها بقى؟ ما انت عارفها كلها. انت عارفها كلها. عايز اسمع الكوتش بقى، ده كوتش كبير ده. احنا دلوقتي بقى لنا في 2 3 1. هو ما قدرش يلعب في التشكيل ده او في طريقه اللعب بكره. لازم يحافظ على طريقه اللعب 4 2 3 1. ويحافظ عليه، ان انت محتاج كثافه هجوميه، فرقه هتدافع، مثلا فرقه بتدافع بسبع لعيبه، انت هتهاجم باثنين لعيبه، لازم على الاقل هتبقى ناقص واحد، يعني ممكن 6 ضد 7، 5 ضد 7، لكن تلعب بالطريقه دي. احنا شفنا امبارح اول امبارح او من اسبوع مباراه تنزانيا وبعدين مباراه غينيا، اللعيب دلوقتي المحوري اللي هو المهاجم ما بقاش المدرب يعتمد عليه بشكل كبير، يعني بيعتمد على الثلاث لعيبه اللي تحتيه، هم اللي بيشغلوا الفرقه، هم اللي بيجيبوا الاهداف، هم اللي بيوصلوه، هو يفتح مساحات ليهم عشان حتى لو الهدف اللي جابه صلاح دلوقتي، ما صلاح عمل الاختراق، لكن هو احمد علي راح فين؟ راح رايح على الستة يستنى الكوره صلاح يعمل ايه؟ فهنا الصناعه دي بتبقى اهم. انا كان بس كان رضا اسف ضيا كان بيتكلم في نقطه مهمه جدا، اللعيبه اللي بتلعب في البطوله المجمعه لازم اللعيب بيتحضروا من البطوله، ما عندوش ماتشات يلعبها وفتره التدريب قليله، فاللي بيحضروا المباريات يعني انت عندك اللعيبه نعم وكلها لايت يعني بالظبط شغل وبعدين انت ما بتيجي تحضر لعيب ما ولا بقى بتضغط عليه بقى بدنيا ولا لا انت بتحضره ان هو يبقى فنيا موجود، يقدر يتعامل مع المباراه، جاهز، عنده معنويات كويسه، اللعيبه هتساعده، هو ده تفكير المدرب. لكن ما جيتش في مباراه زي دي البطوله المجمعه واجي اقول ايه انا هبدا بكذا، الكلام ده ما ينفعش في الكوره، ان انا اقول انا هبدا بالمجموع كذا او اللعيب عندي مثلا محمد صلاح استنى عليه، ما كل مباراه هستنى عليه 10 استنى عليه نص ساعه او هلعبه نص ساعه، طب المباراه اللي بعديها هلعبه قد ايه؟ هلعبه نص ساعه 25، طب افرض مباراه انت تعثرت فيها مش وقت الكلام، او فرقه قافله لك الملعب بالظبط، ما ينفعش. لازم اللعيب يكون انت من خلال الدور الاول بتحضر اللعيبه، بتحضر اللعيبه بدنيا فنيا خططيا اللعيبه، وكون اللعيبه كلها عندها الدافع. انا اشتغلنا في بطوله يمكن سنه 94 كنت كابتن طه وانا كنا بنشتغل، احنا يعني ادرنا البطوله مش بشكل قوي. ليه؟ عندنا اللعيبه الشكوى كانت كتير جدا من الاصابات، الشكوى كانت كتير، مرهقين من تدريبات النادي. انت لما بتاخد اللعيبه في المنتخب انت بتوصله لمرحله ان هو مستقر فنيا وبدنيا، ما بتقعدش بقى تقعد تقول له اجري واعمل ويتمنظروا على اللعيبه يوم جاي المنتج بتاعك ان اللعيب مش قادر يديك حاجه. ودي حقيقه ولا ايه يا ضيف؟ بالظبط بالظبط دي حقيقه. لا انت بتاخد اللعيب بتاهله وتحضره ان هو يأدي لك بالظبط، بتحضره ان هو يديك افضل ما عنده، افضل ما عنده يبقى فايق. زي ما صلاح امبارح، احنا المنتخب احنا بنتكلم على صلاح، المنتخب قال ما صلاح ينزل شيء وبعد ما نزل صلاح شيء،
انت صلاح كده وبعد كده بالظبط يعني من جبت جوليلي ما نزل صلاح وكنت الافضل وكنت الاحسن وتوصل للمرمى واللعيبه انتعشت انتعاشه. صلاح كان استحواذ لغينيا 56% بالظبط. اما لعب صلاح بقى الاستحواذ انتقل لينا بالظبط. هو انت بقى واحد وبعدين بقى الاداء الحركي بتاع السرعات انت اللعيبه بقت خلاص مركزه على السرعات. وانا يعني ممكن اعتمد على لعيب واحد في المنتخب؟ لا لا اكتر ليه انت عندك طرفين صاروخين. لا ما انا بقول لحضرتك اصل حضرتك تقول صلاح قبل او بعد وكده هل من الصح ان اعتمد على قوه صلاح بس كابتن فاروق ولا لازم اسالك انا بعد اذن كابتن فاروق وهل برشلونه ينفع تعتمد على حد غير ميسي؟ مع انا بقول ميسي مش موجود مع اللي حواليه ما فيش برشلونه ما في هيقل ما هو لازم على هو طبعا. ما انا بقول لحضرتك هو النجم ما هو النجم ده بقول لحضرتك وتريزيجيه صح النجم ماشي النجم بيفرد اكيد امال هو نجم ازاي لكن دايما اللي حواليه بيساعد هو ليه ميسي وضع طبيعي هو ليه ميسي برشلونه مش ميسي ارجنتين وده بيتكلم على كتير وقت وحضرتك برشلونه رونالدو ما بقتش ريال مدريد لا طب برشلونه برشلونه بتلعب كوره تعلي ميسي اللي حواليه الارجنتين بتلعب كوره ميسي زي اي واحد بالظبط عشان كده ما تحسش ان ميسي كويس يا كابتن فاروق المهم ايه اللي حواليه لان هي متفقين بالظبط بس هو كان التعليق انه بدون صلاح لا طبعا صعبه جدا ما هي ده ليفربول ليفربول يعني ليفربول من غير صلاح لا بتحس ان الفريق ما هو ما عندوش الشراسه الهجوميه وصل للمرحله دي مباراه توتنهام وصل للمرحله وصل للمرحله دي برشلونه وصل للمرحله دي ازاي يا كابتن فاروق النجم هو النجم بيوصل لمرحله ان هو بيفرق مع فرقته مع المنتخب بتاعه هو ده النجم خلال جماعات الاداء بس لكن من خلال الاداء الجماعي لكن في الاخر عدم وجوده هينقصك كتير بس النجم بقى في نص المجموعه هو اللي بيعمل المنسق هو اللي بيعمل هو المنسق اللي يديك الثقه هو اللي هيزودك يا كابتن هيزودك هو اللي هيزودك هيزودك جامد قوي وتحس بيه امتى بقى لو هو مش موجود تحس ان فرقتك غريبه عندك في الكوره لعيبه مثلا انا بتكلم على عبد الله السعيد بتكلم على عمرو ورده في لعيبه عندها حلول طبعا تلعب لك الكوره اللي انت مش متوقعها المنافس مش ضد زمايله وبيلعبوا الكوره اللي تخلي تنشط الاداء الهجومي بتاعك يعني على راسهم صلاح ان صلاح عنده ميزه السرعه بالظبط زائد المهاره خلاص انت خلاص انت عديت بقى مرحله ان واحد يوقفه عبد الله بالعنف فاروق مع عشان كلام حضرتك عبد الله الهدف اللي عمله مروان هو ما بصش لمروان الكره جايه هو عارف عامل ايه حضرتك بتقول بيعمل حاجه مغمر. مش متوقع طبعا هو ده لعيب الكره بيفهم مش لسه عايز اروح للكابتن ضياء اساله بقى بما ان انت جبت سيره عبد الله والكره قدامنا هي بتاعه عبد الله كابتن ضياء من وجهه نظرك المطلوب من عبد الله سعيد بكره باذن الله في العمق كصانع العاب هل مطلوب تلت هجومي هل مطلوب تلت اوسط هل له واجبات دفاعيه يعني بشكل عام هو اجيري ليه رجع ل 4 2 3 1 لانه 4 2 3 1 بقالنا 3 سنين مع كوبر بنلعبها بس طبعا بنلعبها بتعليمات مختلفه التعليمات المختلفه ان الباكين ما يطلعوش كتير التعليمات المختلفه ان احنا بنفقد الكره بننزل على ما بنعملش ستريتشنج للملعب عكس اجيري عايز الباكين حتى لو الهجمه من ناحيه المحمدي لازم الباك ليفت ايمن اشرف او احمد منصور لازم كمان يكون هو كمان طالع وبيخلي طارق حامد هو اللي يقف يبقى في وسط السرد باكين فهنا اختلفت الطريقه دي مريحه جدا لعبد الله مريحه جدا لطريقه اداء عبد الله والثلاثي المتوقع انه يلعب في وجود عبد الله هو لعب مع الثلاثي ده كتير جداً. صلاح ومروان وتريزيجيه لعبوا تقريبا كل ماتشات كوبر وطارق حامد والنني وطارق حامد اللي تحتيه واللي فوقيه على الناحيه الهجوميه فهو طبعا مش مطلوب منه غير انه ينزل لحد الدايره يعني ينزل لحد الدايره وبعد كده ده اللي كان بيعمله مع كوبر طب دلوقتي مع الباكين اللي طايرين التعليمات هتكون ايه ده لازم نشوف لان احنا شفنا ثغرات في ظهر الباك ليفت وفي ظهر الباك رايت صحيح. في ماتش غينيا فدي محتاجه تعليمات طبعا السرد باك الحجازي هيميل في مع الكوره في ظهر الباك ليفت واذا كان محمود علاء او باهر هيميل في ظهر الباك رايت دي في العادي هتحصل لكن كانت سهله نعم والمجموعه كلها في نص الملعب في عهد كوبر انا بعمل الفرق عشان الناس هتشوف الفرق بالظبط هتشوف مساحه اكتر في الهجمه المرتده لاي فرقه صحيح. عندنا لان احنا هيبقى عندنا ده مع كوبر وافغان هو عبد الله بالظبط يعني هو العدد هنا كافي بشكل كبير جدا فطبعا عبد الله في 4 2 3 1
أداؤه الهجومي مهم جدا لأنه عنده فيجن كويس، عنده رؤية كويسة جدا، عنده باص مثالي. لسه علاء بيتكلم على الهدف بتاع طبعا ما تحسش انه باص لمروان، لا هو بيعملها كده وهو حاسس بمروان فين وشافه قبل الكره ما تجيله وحضر صحيح. نفسه وعملها، عشان كده تلاقيها عدت من بين رجل الراجل كمان الراجل ما لحقش يعني هو عملها كمان كان واخد مكان هو مروان، فاجئنا انه شاط. فعبد الله وجوده في 4 2 3 1 كنمره 10 وكصانع العاب مع الثلاثة دول هو لعبوا كتير مع بعض ويقدر يأديها بشكل كويس. طيب كابتن فاروق، خلينا نفترض برضو مع اللي بيشوفونا دلوقتي، واعتقد بفضل الله ان مصر كلها بتشوفنا بإذن الله، لو تأخر الفوز في الشوط الأول، نحط برضو افتراض، هل مع بداية الشوط الثاني ترى ان هناك تغيير وايه هو في الافراد، ولا تغيير في الطريقة الرقمية داخل ارض الملعب؟ يعني لو بيحصل تغيير مع مستر أجيري ده، أول حاجة بيعملها العمق الهجومي نص الملعب النمرة 10 بيلعب فيه ده على طول مضحي بيه. المباراة اللي زي دي بقى عايزة صبر من المدرب بشكل كبير. صبر طبعا طبعا، يعني معلش احنا بنتكلم لغة مدربين. طبعا الصبر ده هو مع الوقت بيديك قوة في الملعب، غير ما انت بتقوم جايب لعيب تخليه يسخن 10 دقايق وتنزله الملعب ومش عارف ايه اللي بيحصل في الملعب. والله بتكلم بجد. احنا كلنا اللي احنا الاربعه لعيب الكوره وتنزل الملعب كانك تايه، عشان تخش الملعب كمان عايز لك ربع ساعه يكون ماتش خلص، يقول لك ده نزل ما عملش حاجه، ما هو المدرب هو اللي ضحى بيه. انا شايف ان انت عايز تهاجم لكن عايز تهاجم بمنظومه. احنا طبعا كلنا نتمنى ان شاء الله المنتخب ياخد البطوله، لكن هتاخد البطوله بالنواحي الفنيه. يعني مش هتاخد، الجماهير مش هتجيب لك بطوله، الجماهير هتساندك وهتديك باور في الملعب، لكن انت بالنواحي الفنيه بالنواحي الخططيه ان انت تقدر تكسب المباراه. انا شايف اهم من طريقه اللعب التشكيل اللي في الملعب. التشكيل ما يبقاش واحد سريع واحد بطيء واحد بيمسك الكره وبعدين يفكر، واحد بيلعب الكره على طول بعرض الملعب، واحد مدافع ما بيبداش الهجمه يمسك الكره يحطها لك طويله، لا لازم يبقى في تنسيق. واحنا شفنا المباراه الماتشين اللي فاتوا ده اكبر دليل. كل اللعيبه حتى في كرات الثابته، الكره الثابته بترفت لعبه، كل فرقه مصر راحت الصندوق عشان تلعب كره بدماغها، ما ينفعش كره ترتد، الاخطاء الدفاعيه، لعيبه نص الملعب الارتكاز، احنا بنعمل كثافه. هو المصري مشكلته ايه؟ انت بتخاف ما بتجازفش، فبتخاف اول حاجه تخاف من الخساره، فدي في الكوره لا، انت لازم تبقى رايح بتلعب منافس، بتلعب منافس، انت عندك طموح عندك هدف لازم تكسبه، ما تحطش احتمالات، الكرة ما فيهاش احتمالات. يعني الكرة ما تعرفش الاحتمالات، بدليل ممكن فرقة درجة ثالثة تكسب واحد بطل دوري. صحيح. يعني ما فيش احتمال. لا. أنت عليك إن أنت من بداية المباراة تدعم الفرقة بشكل قوي جدا، تجهز الفرقة وتحضر الفرقة بشكل قوي جدا، اللعيبة يبقى عندهم قراءة للمنافس. إحنا كان عندنا مشكلتين في المباراة اللي فاتت، مباراة تنزانيا ومباراة غينيا، أنت ما قريتش الفرقة. والفرقة دي كان عندها نسبة استحواذ وسيطرة أكتر منك. صحيح. وأنت بتلعب مش كده؟ صحيح. المباراة الثانية صح كده؟ صح يا كابتن. طيب وانت بتلعب في ملعبك تلعب لعيبة محترفين أكتر منهم، وإحنا لعيبة كرة أفضل من اللعيبة الأفارقة كلها وعندنا خبرات أكتر، لكن التشكيلة بتاعت الفرقة مش قادرة تسيطر على المباراة. فأنت محتاج قائد موجود في الملعب، القائد اللي موجود في الملعب ما يبقاش ناحية الناحية الأمامية، القائد يبقى موجود في نص الملعب. طيب عشان الوقت بيجري عايز إجابات سريعة قدر الإمكان. كابتن علاء ميهوب، امتى يلجا أجيري الى انه يلعب براسي حربه؟ راسي حربه لو خلاص بقى واضح ان الفريق بالمنافس مدافع مدافع وال10 لعيبه بيدافعوا كويس، لكن راسين حربه دي على فكره كابتن مدحت انا ما بحبذهاش. مش عشان اعمل كثافه هجوميه بلعب بمهاجمين كتير. بالعكس. انا ممكن اعمل كثافه هجوميه وكل الناس اللي جايه من الخلف زي ما كابتن فاروق وضيه دلوقتي اخطر ناس الوقت اللي جالك من الخلف للامام. مساحه الرؤيه موجوده، خصوصا انت عندك ما شاء الله في المكان ده كميه سرعات ومهارات ممتازه. فانا ما بحبش راسين حربه لا ما بحبش حربه لا. حتى لو الماتش متازم خالص زي ما قال كابتن فاروق ثلاثة راس حربه عشان كده عشان السوق، لكن هو ماشي ماشي لكن انا ما بحبزهاش لا، لكن زي ما كابتن فاروق ايه الثلاثي تحت راس حربه هو اللي يعملها كل المساحات. طيب كابتن ضياء، أزمة زيمبابوي اللي حصلت وما تدربوش النهارده، ما اعرفش انت اكيد عارف طبعا، انا عارف ومشكله وحكايه تؤثر، ارجو انها ما تاثرش عن تركيزنا احنا. ايوه
احنا لازم نبقى مركزين في هدفنا ان احنا ننزل نعمل ماتش كويس ونكسب ان شاء الله. تأثر عندهم زي ما تأثر، ملناش دعوة بالرياكشن عندهم، المهم الرياكشن بتاعنا. رد الفعل بتاعنا ما يكونش سلبي الموضوع. ما يكونش سلبي، اكيد كلهم عرفوا، لكن ما يبقاش سلبي. انت في بكره هتلاقي الجمهور وتلاقي الملعب وماتش الافتتاح، لازم ابقى مركز في ماتش. هي تأثر عندهم، لكن تأثر عندهم طبعا، تأثر ان تأثر لعدم تدريبهم النهارده. هو ده التدريب ده كان امبارح، مش الناحيه البدنيه. الناحيه الذهنيه الناس ما بتفكر في المكافئات وبتفكر في البتاع، وقبل الماتش وهيلعبوا ماتش الافتتاح ومش عايزين يتمرنوا. مش اول فرقه دي، قبل مش اول فرقه تعمل كده. فرقه الكاميرون النهارده الكاميرون عملت كده برضه، بس خلاص وصلت او هتوصل. فهي قصه طبعا تأثر ذهنيا كتفكير بالنسبه لهم طبعا، لكن طلبك انت اتمنى انها ما تبقاش بالسلب علينا، ان خلاص الفرقه عندهم فكت فكت بقى وبتاع. لا ملناش دعوه، ده لازم ده لازم طبعا. طيب هم ثلاث مراكز ربما عليهم حوار عند الناس بسرعه جدا. حارس المرمى مين بكره؟ ما لا الشناوي لا ما فيش لا يعني ما انا بتكلم محمد ولا احمد. توقعك يا جيري تحط مين حارس المرمى؟ توقعك حط محمد الشناوي. طيب اللي هيلعب جنب حجازي محمود علاء، مش باهر المحمدي ومش الونش. لا محمود علاء. ها باهر. 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 باهر 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 محمود علاء، وانا همشي معاه محمود علاء. طيب ايوه صح، 2-2 كده. مين راس حربه بكره؟ مروان. مروان هو بيقول لك اجيري. مروان ها؟ انا بقول لك اجيري. مروان بلاش تفكير حضرتك، تفكير حضرتك هيبقى مختلف. لا تفكيرك انت مختلف. لا ملاش دعوه بيه. لا يعني احنا بنقول الراجل هيعمل ايه يعني؟ من خلال قراءاتنا في الفتره اللي فاتت يعني. والنبي تقول يا كابتن. والله مش هبقى اسئله صعبه قوي. ايه صعبه؟ ايه سهله قوي؟ ده الكابتن بتاع ضد. سؤال سريع هتعمله ب 100 جنيه دلوقتي فجاوبني بسرعه. يا لهوي. ها؟ الناس دي ما بتدفعش. انا اللي هدفع المره دي. مين يا كوتش؟ انا احمد علي. اللي هيلاعبه هو احمد علي اجيل. طيب احنا نشوف الجول اللي جابه مروان. على فكره الجول اللي جابه مروان ده بنسبه كبيره هو اللي هيلاعبه اعتقد كده. بص على الجول كويس. تمام. بص على الجول يا كابتن كويس. الجول ده له مثيله، له مثيله، له مثيله. حد مصري يعني؟ ما انا هقول لك اهو، بس يعني ايه، خلينا اقول عشان ابقى صادق قوي معاكم، اللي جابه من مسافه اقرب من كده شويه. يعني ده جابه مثلا من حوالي 22-23 ياردة تقريبا، اللي جابه مثلا من 18-19 ياردة تقريبا. ده لعيب الاسماعيلي ده؟ ولا ماتش دولي لمنتخب مصر. دولي لمنتخب أحمد حسن؟ مصر. كل واحد يقول لي، بس خلي بالك بقى، اللي هيقول إجابة غلط هيدفع 100 جنيه ويمضي عليه. طب أنا هقول أحمد حسن جنوب أفريقيا. لا خلاص ماشي، بس خلاص يبقى 100 جنيه طلعها وامضي عليها بعد إذن حضرتك. الفلوس في الجو. أدي لك دلوقتي. طلع وامضي عليها، اكتب علاء ميهوب. ممكن أقول مش عارف؟ لو قلت مش عارف مش هتاخد إذا حصل إجابة. يعني أنا أقصد يعني إذا هتقول هتقبض. هتخش معانا، مش هتقول يبقى مالكش في اللعبة. استعجلت وانت برضه بسرعة. هو لازم يتقال اسم اللي جابه في مين؟ في مين مش قضية، ما انت إذا عرفت اسمه المفروض تعرف في مين، بس لو قلت لي لازم تربطها، ده وضع طبيعي. ها؟ مضيت يا كوتش؟ لسه. طب امتى؟ ها؟ لا أنا مش عارف الصراحة. لا طب ممكن تديني إجابة تانية؟ فاضل هتدفع 100 تانيين. هدفع 200 تاني. هتدفع 200 تاني؟ اتفضل. وهي قفلت معايا. ها؟ حسام حسن في زيمبابوي. خلاص صح، هرجع بقى ال 100 بقى. بس السماعات عاليه. لا والله القاضي صوته عالي. والله ابدا، والله ابدا، بحلف بالله. لا لا خلاص والله اسمع ازاي بس. حلف بالله والله ما سمعت حاجه. طب يلا هنشوفها اهو. هي مشابهه لانها لمسه واحده راحت له من جنب شويه، ولمسه بالظبط، ولمسه واحده من حسام حسن في زيمبابوي اللي هتلعبنا بكره. ده جوه ال 18. ودي كانت تصفيات ايه يا كوتش؟ ده جوه ال 18. كاس العالم. كاس العالم ال كابتن ده جوه ال 18. دي مش شوطه دي يا كابتن. مش بلاش ده جوه ال 18 يا كابتن. والمصعب دي شوطه والله. ده اقرب منها ب 2 كيلو. في ايه يا كابتن؟ والله لا هو لا 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 ثانيه واحده مره خلاص. هي نفسي بس، هو كابتن بيقول نفس الزاويه. نفس ايه؟ والله نفس الزاويه. زاويه ده ناحيه ايه؟ والله ده جوه ال 18. انا عن نفسي موافق كابتن مدحت طبعا.
دي كانت في تصفيات كاس العالم سنه 93 امام زيمبابوي، وصدفه زيمبابوي اللي هي الطوبه الشهيره والاعاده بتاعت الماتش والحكايه والروايه، لكن ربنا ما يعيدها يا رب. ان شاء الله ناخد البطوله ان شاء الله يا رب. وطبعا الماتش لما اتعادت عاد في فرنسا، في مدينه ليون تقريبا ليون؟ اعتقد كده ليون. تعتقد كابتن فاروق ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله، هنكسب ربنا يخليك. كابتن ضياء شرفت الله، شكرا كابتن، ربنا كابتن علاء شرفت الله، شكرا كابتن مدحت، وان شاء الله مبارك لكل المنتخب وكل الشعب المصري يا رب ان شاء الله باذن الله. بكره بمشيئة الرحمن يا جماعه احنا هنلتقي هنا الساعه 12 بدءا من غدا. افريقيا يا مساء الانوار هيبقى الساعه 12 مساء يوميا حتى نهايه البطوله بمشيئه الرحمن. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.